أسعد الله مساء الجميع، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا نحن ننقل لكم أجواء فعاليات المهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية من المسرح الجهوي عبد القادر علولة، هذه التحفة الرائعة والجميلة والذي أصبح محج لكل ما يقام بهذه المدينة، ثاني أكبر مدن الجزائر وكذلك عاصمة الغرب الجزائري وهران وما أدرك وهران. نرحب بكل من ضيوفي على يميني الأستاذ مراد سنوسي كاتب مسرحي مدير المسرح الجهوي عبد القادر علولة، أهلا وسهلا بكم، ميكروفون سيدي. شكرا على الضيافة. شكرا لك على قبولك دعوتنا. كذلك معي على يساري في هذا البلاتو طبعا من مسرح الجهوي عبد القادر علولة كما ذكرت آنفا، المطربة والمذيعة جهيدة يوسف وعضوة بلجنة التحكيم لفعالية المهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور، أهلا بك الأخت فايزة، مرحبا بك، وإحنا سعداء بهذا اللقاء. إن صح التعبير، الفضاء الفني الرائع بالنسبة للمهرجان الأغنية الوهرانية. إحنا إن شاء الله راح نكونوا مع لجنة التحكيم، واليوم الاختتام طبعا ما نقدروش نعلنوا على الجوائز الا حتى من يكملوا كامل حتى اللحظات الاخيره. نعم. سيسد الستار كما طبعا قلنا ذكرنا سابقا، بدا من يوم 20 الى غايه 24 واليوم الاخير. نحن في ضيافه المسرح الجهوي عبد القادر علولة، عندكم سي مراد سنوسي، انت مدير هذا المسرح. قلت يعني احنا نشوفوا اصبح محج لكل التظاهرات الثقافيه، علما باننا يعني ما بقاش يعني بقى غير المسرح، انتم فتحتوا الابواب، كاين اضافه واحنا نشوفوا تميز وتنوع منذ مجيئكم على راس المسرح. تفضل سي مراد. يا في البدايه شكرا على الدعوه، وسعيد ايضا بلقاء بحال ما تلاقيتهاش هكذا قلت لي. نعم اللي كنت في الاذاعه عندها وانا اسعد بك. طبعا استاذي يسلمك، خبره طويله طبعا اذاعه وتلفزيون. نعم كانت الاذاعه والتلفزيون والمسرح. ونعم احنا حاولنا يعني كل الخبره اللي تراكمت يعني في مسيرتنا باش نوضعوها يعني في متناول المسرح، لان علاقتنا بالمسرح علاقه يعني قويه، وبفضله اللي رانا واش رانا الان يعني. نعم. على جال ديك ولا لازم نردوا له القليل مش اللي نداه. نعم. وبالتالي بالنسبه واش راه عايش المسرح يعني هو في الحق عمل جماعي يعني. نعم. وكان انا ما لقيتش زملاء هنا في يعني وقفوا معايا وتبناوا المشروع، وحتى يعني في المحيط يعني الناس من الجمهور يعني راهم يساهموا في المسرح، الناس ما تنجمش تعرف يعني. نعم. شغل الخير اللي عندنا في المجتمع، هما كي يلقوا حاجه فيها مصداقيه يمشوا. نعم. كاين كثير من الامور تحصلنا عليها بفضل اصدقاء. نعم. المسرح بفضل افكارهم، احنا كان علينا فقط المسرح كان مفتوح، زدنا فتحناه شويه على حساب تصورنا. نعم. قلنا لا كنا في الصح مليح ولا كنا في الخطا نصحوا رواحنا. عن الشيء اللي درناه بدا يعطي في ثمار تاعه، ولكن هو نتاج تراكم يعني قديم يعني. نعم. ما لازمش ننسوا الناس اللي سبقونا يعني، كل واحد فات على هذا المسرح دار حاجه. نعم. وحنا نضيفوا واللي يجي مورانا ان شاء الله يضيفوا اكثر منا. نعم اكيد. والمسرح كما يقال اعطيني مسرحا اعطيك شعبا طيب الاعراق. نعم. لابد من المواصله. نعم. طبعا. نعم. اكيد الشعب مثقف. نعم. لان مهم جدا، احنا نشوفوا يعني دائما المسرح يعش بالاعمال يعني، دائما كان عروض مسرحيه، نشاطات فنيه ثقافيه، ما يحبس يعني، دائما يعني وين نشوفوا كاين حاجه، وين ما نمروا في الترام. نعم. ولا على رجلينا. نعم. ولا المسرح فاتح 6 أيام على 7. نعم. باش نعطيكم مثلا، لان هنا نحضروا دوليمات اجتماعات تاع التقييم، مثلا 2018 246 نشاط. نعم. في 246 نشاط 72% مسرح و18% موسيقى ورقص. نعم. و10% نشاطات ادبيه، لانه. نعم. ايضا مفتوح لل. نعم. لل. نعم. للادباء الامسيات الشعريه. وكيقول 72% مسرح يعني بين مسرح اطفال ومسرح الكبار. نعم. وفي الموسيقى عندنا الموسيقى يعني
الشعبية نتاعنا من تراثنا من وهران ومن خرجوان، ولكن عندنا أيضا السهرات الفنية الدولية، عندنا دي كونسير انترناسيونو، جبنا يعني عرق المجموعات، جبنا الأوبيرا دو باريس، جبنا الأوبيرا دو مانشستر، جبنا درويش تورنر تاع الترك، جبنا وهادو، لأن وهران يعني مدينة مفتوحة على نعم. على البحر الأبيض المتوسط، قريبة من أوروبا، جمهورها يعني يعرف هذا الشيء. احنا غير بدينا يعني كنا نديروا واحد في الشهر، هذه السنة الجاية غادي نديروا اثنين، لأن الطالب أكثر، وحتى الفرق والفنانين الدوليين اللي كانوا يروحوا غير مثلا غير العاصمة الآن راهم يطالبوا باش يجوا هنا، لأن كي يجي هنا عنده 500 متفرج يعني على هو على علم. هذا يعني جانب برك من البرنامج، لأن احنا الأولوية عطيناها للمسرح، على جال ذيك كي نجمعوا برنامجنا 70% بروغراماسيون تياتر. ولكن هذاك الجانب الدولي دار إضافة، كان جانب من الجمهور ما كانش يجي تماما للمسرح، ولا يجي للسهرات الدولية، الموسيقى الكلاسيكية والرقص الكلاسيكي، ولكن مع الوقت ولا يجي أيضا للعروض المسرحية، ولا يجي المرة الأخيرة مش عارف كنت معنا في الزهران، ولا يجي للقاءات الأدبية. أدبية نقولوا انتعاش فني حقيقي، انتعاش فني أدبي. احنا كان عندنا هدف يعني باش المسرح يولي قطب ثقافي في المدينة. يعني حتى المؤسسات يعني الأجنبية اللي كانت هي الأولى في المدينة، يعني دوك الآن المبادرة الثقافية راهي عند القطاع الثقافي العمومي الممثل من طرف المسرح. الحمد لله، نحاولوا باش نشدوا ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله يا ربي. طبعا شكرا لك سيدي على التوضيحات. راح نرجع لك. جهيدة المطربة، جهيدة الفنانة تاعنا الكبيرة، صاحبة الصوت الجميل، لست أنا التي أقول، الله يعزك، شكرا. يعني هادو يعني الناس اللي يعرفوا في الآخر، يعني يعني صوت قراري جميل حنين بزاف يا جهيدة. مذيعة كذلك، مقدمة في القناة الأولى برامج ثقافية فنية. جهيدة وراكي عضوة في هذه السنة لجنة التحكيم في المهرجان، نقولوا الموسيقى والأغنية الوهرانية. هذا شرف كبير، لأن أن يضاف يعني اسم فني كبير إلى مصف أسماء أخرى في الميدان. نعم في الميدان أكيد. طبعا لكل حال الأغنية الوهرانية هي مرآة المجتمع، تمتاز بالحكمة والنبل والكرم، كل شيء موجود فيها الأغنية الوهرانية، كلمة ولحنا وأداء وتاريخ وانتم كنتم اوفياء لهذا الطابع. طبعا طبعا حنايا اذا كان لنا الحظ بالتواصل باسلافنا ودينا من عندهم هذه الرساله اللي احنا حافظنا عليها وتمسكنا بها، احنا ان شاء الله رايحين نقدموا لها للشباب اللي رايحين يتوجوا ان شاء الله اليوم، وان شاء الله يحملوا مشعل الاغنيه الوهرانيه وحتى هما يخلوها لأولادهم إن شاء الله. طيب سيدة جهيدة، أنت كنت ضمن لجنة التحكيم، يعني أكيد يعني العمل تاع اللجنة كان صعيب. صحيح. يعني اختيار الصوت اللي يكون في المرتبة الأولى والصوت اللي يكون في المرتبة الثانية والثالثة، يعني على أي أساس يعني كان تقييمكم للأصوات؟ هو معروف يعني في القانون الداخلي. نعم. بالنسبة لكل مهرجانات. نعم. هناك معايير ومقاييس، لابد أن يكون الموهوب لازم يكون يتمسك بالطابع المحلي الوهراني كما قلت لك، كلمة ولحنا، وبالنسبة للشباب وحتى الصوت طبعا أكيد الموهبة لازم يكون عندها صوت يعني جميل، ويكون عنده حتى الميزان، يكون عندها الميزان في الأداء. هذا بالنسبة للأصوات يعني الموهوبة، والحمد لله كاين يعني أصوات ما شاء الله واعدة، أتمنى لها النجاح. بالنسبة للطبعة الثانية عشر هذه المرة يعني أيضا تمتاز بجائزة شيخ نبلاوي الهوالي. نعم. إلى جانب نعم الأصوات الصاعدة. نعم. كاين هناك جائزة بلاوي الهواري. شيخ بلاوي الهواري. نعم. اللي غادي يقدموها طبعا أسامي معروفة، نجوم معروفين. نعم. إحنا ما غاديش نقيموا أصوات معروفة أبدا. نعم. لا أبدا. نعم. إحنا نقيموا الكلمة واللحن. اللحن. نعم. هذا هو. نعم. وهذا هو يعني المقاييس اللي لازم واحد يتمشى عليها ميشان. نعم. بكل مصداقيه خاصة بالمحترفين، فنانين محترفين. نعم. ولكن لازم يجيب اغنيه جديده وكلمه جديدة. لحن وكلمه ولحن. واش تقدري تقولي لنا في هذه التجربه تاع المهرجان؟ خلينا مهرجانات السابقه. انا لاول مره نشارك في عضوه كعضوه في. نعم. لجنه التحكيم. نعم. بمهرجان الاغنيه الوهرانيه. نعم. لكن الحكايه يعني كانت سابقه الاوانها اني كنت
شاركت في لجان مثل مهرجان الأغنية السراوية بسطيف، نعم. وأيضا مهرجان العرجون الذهبي بوادي السوف، نعم. ولكن أول مرة نشارك في مدينتي وهران. أقرب ليك الأغنية الوهرانية، نعم. أقرب ليك، أيوة. نعم، احنا نعرفوا والحمد لله الراحل بلاوي الهواري ربما قريب 40 لحن قدمه، أكثر من 40 أكثر من 40 لحن قدمه المطربة جهيدة، مقارنة بما قدم الفنان هو الأب الروحي، نعم. هو الأب الروحي، هو اللي رباني، هو اللي بفضله كونت اسم فنيا، نعم. على الساحة الفنية، نعم. نعم نعم شكرا جهيدة. أستاذي الفاضل أستاذ سموسي مراد، وأنت تعيش هذه الأجواء تاع الفعاليات المهرجان كي كل طبعات هذا، يعني واش تشوف يعني حضور كل تاع الناس وإلى غير ذلك، واش وأنت مدير على هذا رأس هذه المؤسسة؟ احنا سعداء للأغنية الوهرانية وسعادة لهذا المهرجان، لأننا نحس روحنا أننا ساهمنا، لأن نعم علاش؟ أكيد، لأن تراكم النشاطات اللي ندار على السنة، نعم، ساهم في حضور الجمهور، نعم، لأن لك تلاحظي، نعم، يعني المسرح ربح جمهور طيلة السنة وكاين المهرجان يعني استقطب هذاك الجمهور، لأن كن لاحظوا في السنوات الماضية كان جمهور أقل نعم في نفس المهرجان، نعم. ومن المسرح يساعد الموسيقى المحلية ويساعد، نعم. التراث، رانا في وظائفنا، ما ناش بعاد، نعم. لأن المسرح نقولوا أبو الفنون، والفنون لازم تتعاون مع، نعم. بعضها، نعم. بعض، نعم. كنا نتكلموا على بلاوي خدم في المسرح، نعم. نعم. كان خدام، نعم. المسرح، نعم. بلاوي لحن للعروض المسرحية. المسرحية، وبالتالي الفنانين يعني يتلاقوا، وخاصة إذا كانت مهمتهم الجودة، الناس الجودة يتلاقوا، نعم. ضروري، نعم. المسرح، نعم. هو أكيد الأغنية هي قصة قصيرة، ولكن المسرح ما شاء الله عريض وكبير، نعم. ويكمل الأغنية تكمل المسرح، نعم. احنا، نعم. مثلا شوف انا باش نتكلم على احنا، كي قلت لكم المسرح فاتح 6 أيام في الأسبوع، بالتالي، نعم. في مجال الاتصال احنا يعني حاضرين بقوة، موجودين، يعني نعم. موجودين بالموقع تاعنا، نعم. يعني من على 5 أيام، مش عارف عندكم معلومة ولا، من على 5 أيام هذا المسرح غتولي عنده اون ابليكاسيون، أول مؤسسة ثقافية في الجزائر عندها اون ابليكاسيون، كتحل الهدف تاعك بلا ما تدخلي تجيك المعلومة. تجيك المعلومة. هذه المعلومة يستفاد منها المسرح، ولكن النشاطات، كل النشاطات اللي تندار هنا تكون تستفاد منها. وبالتالي احنا سعداء اللي دعمنا زملائنا في الأغنية، نعم. الوهرانية. أنا نشكرك جزيل الشكر سي مراد السموسي، عطيتني هذه اللحظات من وقتك وفدت معنا في البلاطو هذا. طبعا أنا نحييك أنت ونحيي كل الطاقم تاع المسرح، العمال، نقول المراقب التقني والفني، كل من سكيوا أحمد، موسى عمرو، حمور هواري، وكذلك تقني الإضاءة بن سعد هواري، وكذلك مسؤول القاعة كل من بالهواري عمر، عمال القاعة والأمن نواصر محمد رضا، بالغري محمد، ربحية عابد، طارة سورية، فواتح بلال، وما ننساش كذلك تقني الآلاتي بالقايد أبو بكر وهمساس ميلود. يعني كل والله ما شاء الله، يعني كاين هذيك حتى البدلة محترمة، حتى طريقة الاستقبال يعني والحوار مع الناس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم سي مراد السنوسي. كلمة الباهية، كلمة هذا البلاطو واش تقول لنا؟ احنا نتمنى لكم المواصله، لان العمل هذا شويه صعيب، نعم. انت كنت يعني في، نعم. انا الحمد لله خدمت الاذاعه، الاذاعه والتلفزيون، نعم. يعني راكم في تجارب، يعني، نعم. اللي في نهايه المطاف رجعها للمجتمع اللي انا انتمي اليه والشعب اللي راني معاه. انا كنت في يعني في بوست بالك اداريا اهم، نعم. من هذا، ولكن انا حبيت المسرح، جيت، نعم. المسرح والقناة نتاعكم إلى يهمها الأمر، يعني باش تدخل معنا في شراكة في تبادل، يعني للمسرح وللفنون، احنا مستعدين، ما كاش مشكل. شكرا جزيلا سي مراد السنوسي. مراد السنوسي طبعا قال لك هو ابن المسرح، نعم. اهل مكة أدرى بشعبها، طبعا الرجل المناسب في مكان المناسب. كلمة أخيرة سيدة، شكرك جهيدة على هذه الدعوة، ودائما قناة الباهية سباقة في جميع التظاهرات،
وانا حبيت نشكر لجنه التحكيم زملائي الاستاذ بيه بكاي الاستاذ عبد الله بن حمد الاستاذ المؤلف شاعرنا عطوم عبد الله والمدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره السيد بالهاشمي بوسيب والسيده طبعا خليده بالي محافظه البهرجان. شكرا جزيلا لسيد مراد السنوسي مدير المسرح كاتب مسرحي مدير مسرح الجاوي عبد القادر علولة، وشكرا لك مطربة جهيدة طبعا يوسف كذلك تقدم برامج إذاعية بالقناة الأولى. نشكركم جزيل الشكر على قبولكم دعوتي، وبعد هذا الفاصل مشاهدينا الأعزاء رح نقول لكم واش راه يحدث في القاعة ونرجع مع ضيوف آخر، انتظروا. مرحبا بكم وبالجميع. مما لا شك فيه أن اختتام هذا المهرجان سيكون متميزا كل التميز، فمجموع السهرات التي عشناها وإياكم مرت وكأنها لحظات حلم جميل كان عنوانها الإبداع والأصالة والإيقاع الوهراني الخلاق الذي حملنا في جولة سياحية فنية عبر أزقة وهران وأصالتها الممتدة في التاريخ، وقد كان هذا بفضل الجوق الموسيقي المرافق للسهرات المايسترو قويدر بركان، فكانت الفرحة بصبغة وهرانية وأصالة جزائرية. لقد سعدنا كثيرا بالأصوات الشابة التي شنفت آذاننا من خلال مسابقة المهرجان الخاصة بالهواة، فتأكدنا أن هذا الفن الأصيل لن يموت أبدا ما دام عشاقه يتفننون في آدائه، ومدامة الرعاية السامية لوزارة الثقافة تحوطه بالعناية والدعم المتواصل. وما زادنا إيمانا راسخا بالمستقبل الزاهر لهذه الجوهرة الوهرانية هو استفادة المهرجان وتزامنه مع مسابقة أحد أعمدة الأغنية الوهرانية ألا وهو الراحل أحمد بلاوي الهواري التي تبنتها كل عمال وإطارات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعلى رأسهم السيد المدير العام سامي بن شيخ. ولا ننسى أيضا السيد والي ولاية وهران، هذا الرجل الأول بالولاية الذي بذل لوهران ومهرجانها ما لا تفي به كلمات الشكر والامتنان. أيها السادة الحضور، أيتها السيدات الحاضرات، إنني لا أجدني في غاية الغبطة والسرور وأنا أرى نجاح هذا العرس الوهراني يزداد عاما بعد عام بما يحققه على جميع الأصعدة، خصوصا على صعيد التقاء أجيال الأغنية الوهرانية وتعارفها وتبادلها للتجارب الفنية الداعمة لهذا الفن. وفي الأخير أشكر كل أعضاء محافظة لجنة المهرجان الذين سهروا معنا وعلى عملهم الدؤوب الذي من دونه لم يكن ليتم نجاح هذا المهرجان، وكذا لجنة التحكيم الموقرة. شكرا جزيلا أساتذتي الكرام التي توجه الشباب الهاوي إلى كل ما هو أصيل وأكيد، ويستظل شكري موصولا لعمال المسرح الجهوي عبد القادر علولة وعلى رأسهم السيد مراد السنوسي. شكرا لكم جميعا. Thank you.
مديونين ما تقوليش انساني. I'm sorry.
طيب وين الحبات قابلك المسكين غير يخمم ويتبهان جيب خاوي والقلب حسين بس طيب وين يتبهان مشاهدينا الاعزاء دائما قلنا فاصل حملنا لكم واش راه يحدث في القاعه وحنا مباشره راهنا متواجدين يعني القاعه راهي فيها يمروا فيها الفنانين المحترفين وكذلك الهواة اللي فاتوا الايام الاخرى اللي نقلناها لكم عبر قناه يعني دفتر الثقافي عبر قناه البهية تي في. نحن متواجدون بمسرح الجيو عبد القادر علولة نستضيف السيده خالده بن بالي محافظ المهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه. اهلا وسهلا بك سيداتي، مرحبا بك، تفضل الميكروفون. شكرا الاخت فايزه، شكرا كثير لقناه الباهيه تي في اللي رافقت كل سهرات المهرجان بل منذ بدء التحضيرات الاولى البوان دو بريس التدريبات كلش يعني شكرا جزيلا لقناه الباهيه، مرحبا بكم. معي كذلك السيد بالهاشمي بوسيف مدير الجهوي لحقوق المؤلف وحقوق المجاوره، نرحبوا بك. شكرا الاخت فايزه. بدي ببدء بودي اشكر ايضا كما قالت زميلتي القناة الباهية على هذه الاستضافة واللي هي دائما وأبدا راني نتبع فيها، تهتم بزاف بالثقافة وبالمبدعين. نعم. نشكرها بالبزاف، والآن هي راها دائما تغطي. نعم. كل السهرات تاع المهرجان. نعم. وبغيت نشكر تاني الأخت خالدة بالبالي على هذه المجهودات الجبارة. نعم. اللي راها تقوم بهم. نعم. يعني وحنا نشوفوها مسكينه راها عيانه وكل شيء، ومع ذلك تكون تخدم في مستغل وتجي حتى لهنا ضرب 80 كيلومتر وتولي بقطر. نعم. وترجع ومع ذلك تلقاها انا حاضره. نعم. وقايمه بالواجب. نعم. نشكرك اختي، بارك الله فيك. شكرا استاذي الكريم، انا التلميذه تاعكم. شكرا استاذي بالهاشمي بوسيف. وحنا مازال نحمل لك هذيك يعني وين زميلي حبيب يعني ديال الكاميرا كاشي في رمضان غطنا بزاف معليش هذه الكاميرا نعم الكاميرا الخفيه هذا هو يعني سيده محافظ المهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه يصل الى طبعته الثانية عشر بجهد يعني كبير اكيد لان التنظيم ليس بالامر الهين، اختيار الفنانين اللي يفوتوا وكل طبعه يعني يفوت كاين كل طبعه فاتوا ربما 12 طبعه، كاين اللي فات في طبعه مرتين وما عاودش ورجع، كاين اللي دائما يقول انا كيفاش يعني محافظ المهرجان ما الغاليش، حبيت يعني استفسر وحتى يكون يعني الفنانين على علم وحتى لا يعني حتى واحد ما يظلم. لا المنظم تاع المحافظ المهرجان او يعني حتى اللجنه المنظمه معاك او كذلك الفنان لا يظلم، حبيت يعني توضيحات اكثر وهي الفرصه لتوضيح. مليحه، شوفي الاخت فايزه الفنان صعب التعامل معه. نعم. فعن الفنان حساس بزاف. نعم. باش تتعاملي مع الفنان اللي فريمون
تكوني قلبك كبير بزاف. نعم. بس علاش هو يحس باللي راه مهمش ربما مهمش. نعم. نبغى تعطيه حقه ولا مي يقول انا توجور ما مشي عيطولي يحسن عونه بس. نعم. علاش الخدمه قلت بارابور. نعم. الاعوام والمهرجان اللي يجي مره في السنه وهذا المهرجان هو ما بقاش فيها. نعم. تظاهرات كبيره, كبيرة. بقات. نعم. عندنا نعم. نعم. فوالا هذه هي مي هنالك مقاييس لاختيار الفنانين المشاركه. نعم. في المهرجان وكما سبق وذكرتي احنا رانا في الطبعة يعني المهرجان راه يخطو الخطوة الثانية عشر. نعم. وان شاء الله يخطو خطوات اكثر. نعم. يعني احنا تقدمنا بارابور اللي كنا ورانا كل عام طبعة تميز على طبعة. نعم. اخرى كما سبق وذكرت وقلت لك هنالك مقاييس. انا عندي لجنة تنظيم خاصة هي. نعم. اللي تخير هاد الفنانين. نعم. احنا عندنا تنحط لنا قائمة مجموعة. نعم. من الاسماء والاستاذ بالهاشمي هو ادرى مني بهذه. نعم. القائمة وهو راه الاب الروحي للفنانين بوهران. نعم. وراه يتعامل اكثر. نعم. يتعامل معهم اكثر. نعم. مي هنالك لكل مقام مقال. نعم. انا نقولها ما يمكنش ندير فنان الراي في مهرجان الاغنيه الوهرانيه. نعم. ما يمكنش ندير فنان الطابع الاندلسي ولا. نعم. في. نعم. في الاغنيه الوهرانيه. نعم. هنالك مقاييس وايضا هنالك امور اخرى لكي فنان. انا نحترم كاع الفنانين. نعم. وخوتي وكبرت معاهم وبديت. نعم. صغيره معاهم. نعم. والحمد لله تعلمت منهم. مي كاين فنانين فنيان كاين فنان فنيان بلكي شاطرني الرأي أستاذ. نعم. هاشمي ما يخدمش جديد. نعم. يوقع في أخطاء في هالطبعة وكاين معنا موسيقيين كبار عبد الله بن حمد البي بكاي قويدر بركان يعني عندنا واحد الأسماء ثقيلة اللي راها عشرت كريم الهواري. نعم. بلاول الهواري احمد وهبي اسماء ثقيله. نعم. نعم. وبداوا في الاذاعه. نعم. قامت كبيره. نعم. واسماء اللي كانت تخدم في الاذاعه يعني ما كانش ربما ما تقدرش تفردي اسماء فوالا كانت بكري غير الاذاعه ما. نعم. كانش التلفزيون كما. نعم. دروك ينحل من الصباح كان ينحل خمسه تاع العشيه ولا. نعم. يعني كل المواطن الجزائري الاذن تاعو تروح للاذاعه. نعم. هذا تكونوا في الاذاعه انا نقول باللي كاين اصوات لاباس بها بصح ما تنفعش للمهرجان. نعم. ما تنفعش اخت فايزه وكاين على العكس كاين شبان شباب هاوي بالك راه في عامين ولا ثلاث سنين معايا فرض روحه. نعم. على في الساحه الفنيه وفي الخشبه ولفت الانتباه وجلب الاسماع. نعم. كي يطلع يغني يسقسونه هذا شكون باسكو جديد. نعم. راه ابن. نعم. المهرجان راه جديد وابن المسابقه يجوا يسقسوا الاساتذه اللي معانا استاذ بالهاشمي ولا استاذ الباهي ولا استاذ قويدر هذا شكون. نعم. والله لا يعرف يغني. نعم. وما شاء الله وحافظ. نعم. من التراث يعني هذه هي مي انا نقول للفنان باللي جامي لا تتهمش. نعم. كل واحد نوضعوه في المكان. نعم. المناسب انا فقط خليده ربما تشاطريني وشاطروني الاساتذه الكبار. نعم. الفنانين انه المطرب منصوري بالقاسمي منصور, منصور. إيه؟ يعني هو عاتبني عن طريق الميسنجر قال كيفاش قلت له انا ما رانيش في لجنه التنظيم ربما نساودك ربما. نعم. انا قلت ربما يعني المهرجان او المحافظه لان اكيد لاني تكون امبريسيون على المنظم. إيه؟ هذه اكيد يعني بكل تأكيد. يعني فقلت انا ربما بالهاشمي قلت السيد منصوري بالقاسمي منصور صوت يعني من اجمل الاصوات من أجمل يعني في وهران. ما يقدمش فقط الانشاد ولكن يقدم طبوع اخرى طبوع الوهراني يقدم رغم ما قلت محافظه المهرجان نساتك وهذا ربما يقدر يسرى هذه الاشياء تسرى. لا الاخت فايزه في الحقيقه. نعم. شوف الاستاذ بالقاسمي منصور يعرفني مليح. نعم. وشارك معنا في عده تظاهرات. نعم. ثقافيه فات معايا في مهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه. نعم. لسنه. نعم. 2017. نعم. مع الاستاذ البي بكاي. نعم. وفات معايا في تظاهرات اخرى. نعم. بصح شوفي انا مانيش اخصائيه فيما. نعم. يخص الموسيقى. نعم. وهذه الامور ولكن اهل الاختصاص اللي كانوا معنا قال لك هذا عنده سي فغي عنده حضور عنده صوت عريض ما شاء الله وخلوق جدا. نعم. نعم. مربي. نعم. يعني تحسيه باللي فنان. نعم. متكامل. نعم. بصح هو في الانشاد اكثر قالوا لي مدام هذا سي الانشاد ربما يعطي في الانشاد اكثر من الاغنيه الوهرانيه باسكو علاش شوفي كاين واحد الموال كاين اللي كان هو فات به مقبل معنا. نعم. تحسي باللي منشد. نعم. ما تحسيش هذاك الوهراني تاع الطحطاحه ولا تاع. نعم. قاعه مفتوحه ولا. نعم. تحسيه تاع قاعده. نعم. مغلقه انشاد مديح يعني. نعم. وانا هذا ماشي راني ماشي رايك يعني لا, هي لا, لا 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 يعني اهل الاختصاص هذا اهل الاختصاص. طيب فقط احنا حابين نوضحوا هو شق طريقه في الانشاد. نعم. وايضا الجائزه الاولى اللي داها. نعم. المستوى في, نعم. في الانشاد. نعم. وثاني انا راني يعني صغيره بصراحه راني ام هذا الفنانين. نعم. لو كان انا نجيب قاسمي منصور
ندي حق من الشباب الهاوي. نعم ياك مسيو الهاشمي. نعم. نقلع واحد من هذو لي جون. نعم. باسكو شوفي العدد عندنا عدد الايام محدد، يعني خمس ايام غير قليله قليله قليله. احنا تمنينا لو كان المهرجان يكون في ثمان ايام، ثمان ايام شاطرني الراي الزادي، ثمان ايام ربما تكون كافيه، تطيح الفرصه للاخوه. نعم فوق 10 فنانين في سهره واحده، والله الجو يتعب يتعب. نعم اكيد، واصلا الجمهور يمل. نعم يمل. نعم بغات يفوت الغنام، ولكن في 8 ايام يكون متسع من الوقت، متسع من الوقت. نعم وتعطي الفرصه لكل الاخوه باش يشاركوا. اكيد انا هدرت على المهرجان في اخر اجتماع بوزاره الثقافه، وقلت لهم انا نتمنى هذا المهرجان يكون مهرجان وطني، ما يكونش مهرجان محلي. كي يكون مهرجان وطني تتوسع عدد الايام، تتوسع السهرات. كاين سلوى، كاين اسماء ثقيله، كاين سلوى، كاين نوره، ربح درياسه كاع الريبيرتوار تاعه موسيقى وهرانيه، ورافق بزاف بلاوي الهواري المرحوم تاعنا، كان يعني عايش هنا في مدينه وهران، خاصه وان اللهجه تاعنا احنا محبوبه جدا عند الجزائريين، وما كاش اللي ما يبغيش. شوفي طريق النجاح لاي فنان جزائري هو الفن الوهراني والموسيقى الوهرانيه. شكرا سيدتي خليده محافظ المهرجان، راح نرجعوا لك طبعا مع سيدي بالهاشمي. بوسيف انا حبيت نقول هذا العام كيفاش كانت الفكره انها تكون، لان احنا كل طبعات 11 طبعه، يعني كاين شباب هاوي وكاين محترفين يقدموا الاغاني، ولكن هذه الطبعه لماذا اردتموها ان تكون جائزه بلاوي الهواري؟ كيفاش هذه تنصب يعني محصوره في المحترفين؟ شكرا. ما يخفاكش باللي الميكروفون سيد الهاشمي. شكرا. ما يخفاكش باللي القامه تاع الاستاذ بلاوي الهواري يعني بدون تعليق. نعم يعني انا نقدر نقول بلي هو اب الروحي. نعم. تاع الغنيه الوهرانيه. نعم. هو اللي جابها من يعني لا سورس كيما يقولوا. نعم. تاع الغنيه البدويه. نعم. وهو اللي عطاها يعني طابع عصري. نعم. بالالات العصريه ودخلها في مدينه وهران. نعم. والنواحي كما كنت تقولي الخزان لو ريزرفوار تاع الغنيه الوهرانيه هو غنى الخالدي. خالدي من معسكر. نعم. غنى مصطفى بن ابراهيم، مصطفى بن بالعباس، غنى بن مساهب من تلبسه. إذن الغنيه الوهرانيه هي بدات في الطابعه كما كتقول الاخت، هي كاع الناحيه الوهرانيه. نعم. دونك هذه الجائزه على كل هي الفكره تاع السي بن الشيخ. بن الشيخ نحيوه. الحسين ونحييوه على هذه المبادره. نعم. لان دارها تكريما. نعم. تكريما لروح الفقيد الاستاذ بلاوي محمد الهواري. نعم. اللي كان طبعه الحال هو كان تربطه. نعم. يعني ارتباط يعني ودي. نعم. وحميمي، كان دائما كل تكون يعني مناسبه في العاصمه ما تحلالش حتى باش يقول لي لازم تجيب الاستاذ معك، جيبها لي للعاصمه. حتى ولو كان السن تاع اهل متقدمه وكان شويه دفا مريض، وكنا ندوه خاصه في الطياره او ندوه نجيبوا له لوطو خاصه من العاصمه ويروح. اذن الأستاذ بلاوي الهواري غني عن التعريف، لأن الجائزة هذه يعني قليلة يعني في بال بتاعي مقارنة واش قدم لها، مقارنة بالشيء اللي دارها في الحياة نتاعو. وزيد لاش هذا لا حنا دارها الأستاذ بن الشيخ باش تكون استمرارية. نعم. استمرارية الغنية الوهرانية ما تموتش مع الاستاذ بلاوي، لان بدات الاستاذ بلاوي حتى في القبر تاع سبعوني وربي يرحمه ان شاء الله، ما يحبش باش الغنيه تموت معاه تندفن. نعم. معاه. نعم. وهذه الجائزه هذه تجي حفز. نعم. حفز تحفيز. نعم. باش يعني الشباب. نعم. وحتى يعني المحترفين. نعم. باش يزيدوا. نعم. يعني يبدعوا. نعم. ويكملوا في المشوار نتاعو وفي النمط نتاعو. نعم. طيب انت راك اقرب من يعني قريب السيد مدير العام للديوان الوطني، الديوان الوطني للحقوق، حقوق المجاوره سي بن الشيخ. انا حبيت الا كان تكون فقط هذه السنه في هذه الطبعه البلاوي، وتكون سنوات اخرى الاسماء كبيره سواء رحلت او ما زالت باقيه، ام تكون محصوره في كل الطبعات الجايه البلاوي؟ لا هو سي با انا اليوم هدرت على بلاوي باسكو اليوم خاصة به. نعم خاصة به. هل هناك يعني تفكر كاين جائزة واحدة أخرى الأسطورة الأخر هو المرحوم علولة عبد القادر. نعم. وكان جائزة للأستاذ من الشرق تاني فرقاني. نعم. تاني دار لهم جائزة. إذن سي بن الشيخ هو بدأته مبدع يفكر. نعم. يفكر هنا وهناك، وكان مازال غادي يدير واحدة أخرى في يعني في الجنوب.
سمعت لي؟ دونك هو الغايه من هذا كما حكيت لك، احنا الجزائر غانيه بالطبوع نتاعها، كبيره وبالطبوع نتاعها، عندنا اون كولتور بلوريال. عندنا اون كولتور. هل مثلا انه الطبعه الجايه تاع يكون ان شاء الله في الطبعه 13 اذا حيانا الله، ان شاء الله اذا كان ربما يكون اسم واحد اخر ربما تخموا فيه باش يكون الجائزه تاعو؟ نعم، احنا درك سي بن شيخ خمم في الاستاذ بلاوي الهواني. نعم، لهذ السنه، لهذ السنه لا هي غادي تستمر. نعم، هي تستمر كل سنه، غادي تبقى كل سنه تولي الجائزه كما جائزه علي معاشي. علي معاشي تبقى فقط اللي مرتبطه بال نعم. انا تبقى. حبيت لانه حبيت نقول يعني لازم يكون الاعلام، مش الاعلام ولكن يعني الناس يعني اللي يحضروا هذه الجائزات يكونوا كذلك منصفين، لان انا نشوف مقارنه واش بلاوي التكريم تاعه احمد وهبي لم يكرم بتاتا الا تكريمات هكذا محتشمه جدا، فلهذا حبيت انا كل مره نذكر ونقول والح سي بالهاشمي، ونتمنى السي سامي بالشيخ يكون يشوفنا في هذه الحصه، اكيد راح يشوفنا. انا نتمنى انه اسم، لانه كذلك اللي يخدم الاغنيه الوهرانيه ما نقدروش ننساوه، ما نساوهاش. سي احمد وهبي يعني من الاسماء الكبيره اللي المفروض يكون عندها اكثر جائزة. طرب الجزائري. نعم، طرب لا يهمش، طرب جزائري وكذلك اختص في الاغنيه الوهرانيه، اختص بزاف الاغنيه الوهرانيه لانه قدم الاغاني. نعم، بارك الله فيك على هذا، حتى تكون التفاته على الذاكره. نعم، التذكير اللي ذكرت. نعم، الاستاذ بلاوي محمد وهبي، واحمد وهبي انا يعني قلت لك انا عشت معاه من 63 مع الاستاذ بلاوي، غني عن التعريف الوطني، وهو مجاهد وكان في الفرقه جبهه التحرير الوطني. نعم، دونك غني عن التعريف. لكن سي بن شيخ بدا بالاستاذ بلاوي. نعم، ولكن اكيد راح يفكر في احمد وهبي ان شاء الله في المره الجايه. نكونوا سعداء جدا، لا لان حتى نكون لان الاداريين يكونوا منصفين في حق كل من قدم حياته من اجل الزخم الفني ومن اجل كذلك ازدهار الاغنيه الوهرانيه من خلال يعني من نقولوا من نعومه اصابعه الى ان وافته المنيه، حتى ما نكونوش مجحفين. طبعا نعم، الاستاذ سامي بالشيخ. نعم، دار هذه الطبعه الخاصه بالمرحوم يعني بلاوي. حاجه شيء جميل، شيء جميل والله. تاريخ وفاته راه غير كيفات ما عندوش. نعم، بزاف. نعم، اللي نعم توفى. نعم، نعم، تزامنا معها مديرنا سامي بالشيخ دار هذه الجائزه. نعم، ودار ثاني ايضا كما سبق وذكر الاستاذ بالهاشمي جائزه علوله، بصح هو هنا دار معنا بوان دو بريس، ووعد باللي غادي تكون جوائز اخرى ان شاء الله لعمالقه في الفن الوهراني. آه، في مختلف الفنون ان شاء الله، وهذا اكيد نتمنى يعني ما ذلك. غاديش تغيب لها من أكيد الاستاذ أكيد سامي أكيد بالشيخ. اكيد حتى لو تتهم الاداره باجحافها. لا يعني فنانين اخرين وعلوله، باش نزيد ثاني المشاهد يعني الكريم يكون على بال، ثاني ان شاء الله انا نوجدوا نحضروا في اللجنه التحكيم ثاني باش ثاني نديروا لها ثاني واحد السهره. نعم، وانتم مشكورون يعني والله الديوان الوطني لحقوق الجزائري في حقوق المجاوره مشكور جدا، لانه راه يخمم وراه يدعم وراه راعي كل كاع المهرجانات. نعم، راه راعي. نعم، شكرا جزيلا. ما من سبونسوريز من الناس. نعم، اللي تحب يدير يعني. ونشكرك كذلك انت السي بالهاشمي، يعني انت عندك واحد يعني انسانيه والطيبه وتقف مع كل فنانين. الحمد لله، بغض النظر عن الديوان. بغض النظر. شكرا جزيلا. احنا انا راني هنا ممثل سياده المدير العام. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله الصغيره والكبيره، وهو غير البارح قلت له على الاستاذ الشيخ النعام. نعم، وقال لي روح عنده الصباح، مشينا عنده ودينا له واحد السك يعني باش نعاونوه. نعم، به وكل شيء. ما كانش واحد مريض، ما كانش فنان مريض اللي ما مشيناش وقفنا. نعم، عليه وكل شيء. شكرا جزيلا والله سي بالهاشمي، يعطيك الصحة أنت كشخص يعني والله ما شاء الله. سيد محافظ المهرة، سيد محافظ المهرجان، واش تقول لنا في هذا يعني والأصوات الكبيرة المحترفة اللي تدخل في سباق مع جائزة بلاوي الهواري، والشباب اللي مازال يتبع يعني المسيرة، مسيرة إحياء الأغنية الوهرانية حتى لا تموت بين أهلها وبين أصحابها وكل من تعبوا باش تبقى هذه الأغنية. أنا في الحقيقة جد سعيدة وجد فخورة في هذه الطبعة، خاطش الديوان الوطني خلق لنا واحد المنافسة كبيرة بزاف. نعم، ما بين الفنانين المحترفين، لكل واحد ما راه يقول أنا سيد الميدان، انا هو لا غولاف تاع بلاوي، لا غولاف تاع احمد وهبي، انا يعني انا اللي نسحق الجائزه، وهذا شيء احنا شيء يعطينا النتيجه. نعم، يعطينا اغاني. نعم،
من أروع ما يكون, نعم. المكتبة تاعنا تزيد ثراء, نعم. من الناحية, نعم. ناحية الكلمات, ناحية التوزيع, نعم. والموسيقى, نعم. قرضنا بالكلمات جدد أكيد, إيه. أكيد دابا حتى الكاتب كلمته يخدم, الملحن يخدم ويبدع, ماشي غير يخدم ما يخص الهوات, نعم. هذا تحفيز ليهم أكثر, نعم. كي يشوفوا واحد كيما بارودي بخدا يفوت في مسابقة, نعم. يقول إيه أنا ولد البارح, نعم. نعم. أكيد باش يخدم, نعم. أكيد. أكيد. يعني أكيد. هذا تحفيز أكبر, نعم. مسابقة تاع المحترفين تحفز أكبر المتسابقين الهوات, نعم. يعني مشكورين السلطات اللي راح تشارك. حبيت نسأل السيدة محافظ المهرجان تدعيم هذا المهرجان من طرف يعني شكون هو الراعي الأول طبعا الديوان وزارة الثقافة, نعم. وأيضا الديوان الوطني هو المرافق لجميع الطبعات, نعم. منذ الطبعة الأولى, نعم. للمهرجان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, نعم. رافقنا أيضا, وأيضا السيد والي الولاية, نعم. يعني نعم. ما نشكروش فضلا, نعم. الإشراف ليه ويحضر معنا حفلات, نعم. الافتتاح أو الاختتام, نعم. ودايما يرسلنا ممثلين, نعم. ليسهروا ويسقسوا على المشاكل اللي عندنا. عندنا أيضا قناتي الجميلة الباهية تيفي, شكرا. ثاني رافقتنا في الطبعات الأخيرة, نعم. منذ ظهورها, من يعني ظهور المهرجان, منذ ظهورها, نعم. رافقتنا, نعم. رفقة كاع المواطنين في الحق, نعم. تاع مهران, نعم. يعني بكل طاقمها هي مشكورة. عندنا أيضا جريدة الجمهورية, نعم. وعندنا أيضا حبيبة كاع المستمعين تاع, نعم. الغرب الجزائري, نعم. إذاعة وهران, إذاعة وهران, محطة, نعم. إذاعة وهران, نعم. وعندنا أيضا هذا الركح, نعم. الجميل, الركح الجميل, هذا الركح, نعم. الأثري اللي كبار كي تشوفي فيه, نعم. اللي يحكي على تاريخ, تاريخ قديم, نعم. على أقدام مرت من هنا, نعم. من وهران, نعم. يعني السيد مراد السنوسي مشكور, نعم. بزاف, شكرا. باسكو فتح لنا الأبواب, نعم. سخرنا للموظفين الطاقات البشرية والمادية, نعم. هو مشكور, وهذه ماشي غريبة عليه باسكو, نعم. مراد السنوسي فنان, نعم. يعني أكيد الفنان يدعم الفنان. كلمة أخيرة سي بالهاشمي, واش تقول لنا؟ أنا بدأ أولا وقبل كل شيء أني فخور, نعم. بهذا التنظيم تاع, نعم. هذا الطبعة 12, نعم. اللي راه قائمة بها الأخت, نعم. خليدة, نعم. البالي, لأن أنا نشوف فيها قدم وساق, نعم. وسهر النهار والليل, نعم. على هذا الخراب باش تكون إن شاء الله النجاح التام إن شاء الله. وإحنا أماننا إن شاء الله تكون لارولاب إن شاء الله, تكون الشباب إن شاء الله يأخذوا المشعل, مور بلاوي ومور أحمد وهبي ومور أحمد صابر, ما تبقاش غير الأغاني تاع أحمد وهبي وبلاوي, نعم. ولكن نعم لازم الجديد, لازم الجديد, هذا لازم الجديد. وفي الأخير نشكر سيدة المدير العام سي بن الشيخ اللي قايم بالواجب وراعي كل المهرجان, ما يسغل المغنية الوهرانية, نعم. في الشرق في الغرب في الوسط, نعم. في كل شيء, وحتى الناس الفنانين المبدعين اللي يبغوا يعني يكتبوا أو اللي يبغوا يطلعوا رواية ولا راح نسجعوا فيهم ولا يديروا أفلام احنا نسجعوا, وشكرا. شكرا جزيلا سي بوسيف. سيد المحافظة باش تقول للمشاهدين القناة ومشاهدي قناة الباهية, نشكركم اللي راكم تهدوا فينا, نعم. وحضرتوا معنا في الحق, الجمهور كان بزاف, نعم. ونشكروا ايضا جميع السلطات المحليه اللي راها سهره, نعم. معنا, نعم. وكاين واحد التعقيب صغير على الاستاذ بالهاشمي, انا بديت صغيره مع هاد الاساتذه, نعم. الاستاذ بالهاشمي بدا معنا في منذ الطبعه الاولى, نعم. وكنت انا صغيره وانا تعلمت من عندهم, نعم. اكيد هما اداريين, أكيد. وانا, نعم. جد سعيده, نعم. ودائما نقول انا عندي الزهر بزاف بزاف, نعم. باسكو خدمت مع هذا الجيل, نعم. هذا الجيل الذهبي, نعم. انا نسميه, اللي دروك ولادنا نتاسفوا, نعم. بالك ما يلحقوش في الاداره, نعم. على جيل كيما جيل, نعم. نتعلمنا, نعم. من عندهم الانضباط, نعم. المصداقيه, نعم. يعلمك الصبر, نعم. تكبري عقلك, نعم. يعني انا فخوره اللي تعاملت مع الاستاذ بالهاشمي, نعم. ومع ثاني ما ننساوهش تعالى تاع الإذاعة أحمد سعيدي, نعم. أحمد اللي كان صديقك بزاف, نعم. الله يرحمه, نعم. هو اللي علمني استمارات المشاركة, نعم. بطاقة, نعم. التنقيط, يعني قلت لك أنا جد فخورة, نعم. أنا خدمت مع هذا الجيل الذهبي, نعم. شكرا للأخت فيزا, ونحن فخورين. نقول غير واحد المقولة على ما قالت, هو كان واحد المقولة يقول كي يروح الكبير يروح التدبير, أكيد كي يروح كبيرنا يروح تدبيرنا, بصح. نعم. وأنا جد فخورة لأن وهران على وقع هذه الفعاليات, فعاليات المهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية, وهذه الطبعة تميزت بجائزة المرحوم والراحل بلاوي الهواري على أن تكون طبعات إن شاء الله في أشياء أخرى لكذلك تحيي أسماء قد رحلت مثل أحمد وهبي. مشاهدينا الأعزاء ننقل لكم كل أجواء اللي في القاعة ونعود ونرجعوا, بقوا معنا دائما من هذا المكان الجميل والرائع دار الأوبرا مسرح الراحل المرحوم عبد القادر علولة, بقوا معنا سنعود إليكم.
ريحهم ولسيدي بلال المعروف. شوف دوق الشبه شوف شيخهم ولسيدي بلال المعروف. بلادنا بلادنا وبلاد اجدادنا يبقى لولادنا 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 اشعارنا بلاد تراث بلادنا 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 وبلاد اجدادنا يبقى لولادنا 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 اشعارنا بلاد. شوف 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 شيخهم وسيدي لال معروف. شوف دوق الشبه شوف شيخهم وسيدي لال معروف. دائما في هذا هذه اللوحة الجميلة والرائعة أوبرا دار الأوبرا نقولها المسرح عبد القادر علولة ننقل لكم أجواء طبعا فعاليات المهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية في طبعتها 12. طبعا نستضيف معي كل من الأستاذ والشاعر الكبير طموح عبد الله وعضو بلجنة التحكيم. أهلا وسهلا مساء الخير. شكرا أختي فايزة ومن خلالك أشكر قناة الباهية على استضافتنا. شكرا جزيلا. كذلك معي السيد لرجم محمد رئيس لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية وهران. مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا على تلبيتكم الدعوة. شكرا سيدتي المحترمة والكريمة وشكرا على الدعوة الكريمة ومن خلالك قناة الباهية أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة. شكرا. شكرا العفو. أستاذ طموح مادام أنتم طبعا ضمن الأسماء الكبيرة والفنانين الكبار بلجنة التحكيم لهذه الطبعة في 12 طبعة 12 للموسيقى والأغنية الوهرانية واش تقدر تقول لنا لأن أكيد المهمة تاعكم صعيبة صعيبة كثير واش تقدر تقول لنا؟ صحيح المهمة صعبة. كنا من قبل نقيم المواهب الشابة المبتدئة نعم. وكانت الأمور بسيطة وسهلة نعم. نسبيا ولكن هذه السنة تفضل الديوان الوطني لحقوق التأليف مشكورا نعم. ومن خلاله نوجه شكرنا للسيد سامي بن الشيخ نعم. على استحداث جائزة المرحوم بلاوي الهواري. صحيح أن تقييم المحترفين يختلف عن تقييم المواهب ووهران تعج بطاقات ومواهب وفي الحقيقة قد وجدنا صعوبة باختيار الأسماء في الاختيار. لماذا؟ لأنها كثيرة نعم. هناك أعمال جيدة والأموال المخصصة لهذه الجائزة يعني أموال محدودة نعم. ولكننا إن شاء الله قد وجدنا حلا قد يرضي الجميع إن شاء الله. فمن فاز هنيئا ومن لم يفز في السنوات القادمة آتي وليهيئ نفسه جيدا نعم. وهي دائما يعني إرضاء الجميع يعني غاية لا تدرك أبدا نعم. نعم. ولكن من خلال قناة الباهية أوجه دعوة لإخوتي الفنانين بأن يتقبلوا قراراتنا بصدر نعم. رحب نعم. وبكل روح رياضية صحيح نعم. وبكل روح رياضية وأمام الله
كنا منصفين وكنا نزهاء ولم نفضل ايا كان على اسس غير التقييم الموضوعي. نعم، هل يعني من خلال تقييمكم اخذت الاغنيه واللحن كلمه ولحنا بعين الاعتبار للمحترفين؟ طبعا مشاركتهم ضمن طبعا يعني زياده على الصوت وزياده على يعني الصوت مهم جدا، ولكن الكلمه واللحن كذا اخذ بعين الاعتبار. صحيح، بالنسبه اذا لاحظت يعني في وهران يعني كتاب الكلمه أصبحوا قلة. نعم، قلة، فهناك من توفى رحمه الله. نعم. وبالنسبة للألحان، نحن عندما نعود إلى ستيل بلوي الهواري رحمه الله، نعم، لا ننسى أن الأغنية الوهرانية هي مدرسة ولكنها متعددة الأقسام. نعم. ولها فروع. فوهبي مدرسة كبيرة. مدرسة. نعم. الأغنية الوهرانية تختلف عن مدرسة بلاوي، تختلف عن بلاوي الهوى المشرقي عند أحمد. نعم. وهبي أحمد وهبي أكثر يعني. نعم، ولهذا يعني حاولنا قدر الإمكان يعني صحيح الألحان متفاوتة نسبيا. نعم. هناك تميز. نعم. عند البعض، وهذا التميز هو وليد ممارسة دائمة. نعم، العمل العمل الشاق. نعم. العمل الدؤوب. نعم. يعني نحن لابد أن نكافئ الفنان دائم الحضور. نعم. هناك فنانون دائم الحضور، هناك فنانون دائم الإنتاج. نعم. يتحدون، هو المهم دائم الإنتاج، لأن نحن كاين فنانين فقط ما ينجحوش. صحيح. يعني لا تراهم إلا في مواسم، في المواسم معينة. نعم. فنان موسمي. وهناك فنانون رغم أنهم لا يمتلكون القدرة المالية التي تسمح لهم بالتسجيل، ولكنهم يبحثون بجميع. نعم. الوسائل وبجميع. نعم. الطرق أن يسجلوا. نعم. وفي هذا هم مشكورون. نعم. استاذ هم مشكورون، لان البحث وانك يعني تجيب يعني المال اللي تكسبه تروح دير به اغنيه، يعني حتى تبقى دائما تقدم الاجمل والتميز، لان. نعم. ما يبقاش الانسان محصور في اغاني. نعم. تاع وهو اسهام في ابقاء الاغنيه الوهرانيه حيه. نعم. دائما يعني. نعم. الاغنيه الوهرانيه اليوم يعني نقول انها اصبحت اغنيه. نعم. عندها صيت وصدى، صيت ليس كبير. وطني. نعم. فقط. نعم. وانما صيت مغاربي. نعم. وصيت عربي. نعم. وقولي صيت عالمي. عالمي. نعم. ونحن يعني اذا كان الديوان الوطني لحقوق التاليف قد وقف الى جانب الاغنيه الوهرانيه، فلا ننسى المجلس الشعبي الولائي. نعم. لمدينه وهران. نعم. وللسيد الوالي والي ولايه وهران. نعم. لا ننسى اخانا الارجم. نعم. يعني الارجم محمد. نعم. يعني حاضر ليس بالدعم المالي فقط. نعم. وانما حتى بحضوره الدائم. نعم. يعني هو يعني مشكور. كل منذ يعني الانطلاقه تاع المراجم. نعم. السيد الارجم يعني كلما ناديناه او نادته المحافظه الا وقال نحن حاضرون، يعني هؤلاء هم المسؤولون الذين يجب ان نشكرهم جزيل. نعم. الشكر. أكيد. راح نرجع للسيد الرجم، تفضحت المرجم محمد. أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل، يعني وجودكم يعني من أول يوم الانطلاق الفعاليات المهرجان وأنتم موجودون حاضرون. نعم. ومهم جدا، لأن الدعم الإداري إلى الفنان دعم سيكولوجي مهم جدا. واش تقدر تقول لنا سيدي الرجم؟ على كل حال سيدتي الكريمة، أنت على علم بأن الدولة الجزائرية تولي اهتمام كبير. نعم. للثقافة والمثقفين، ومن خلال الثقافة الفنانين. نعم. في شتى الميادين. نعم. كل الفنانين في شتى الميادين. نعم. هذا بالنسبة على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي. نعم. أنت ما يخفاش عليكم، ما يخفاش على أي إنسان بأن السلطات التنفيذية المحلية والسلطات المحلية المنتخبة كذلك تولي اهتمام كبير لهذا. نعم. لهذا الفن. نعم. الفن النبيل، ألا هو الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا المتميزة والمختلفة. نعم. على يعني على المستوى الوطن. نعم. وسيد الوالي. نعم. المحترم سيد مولود شريفي كسلطة تنفيذية، و كذلك الدكتور ملياني عبد القادر رئيس المجلس الشعبي الولائي يوليان اهتماما كبيرا. نعم. وحنا رافقنا هذه الطبعه لان كنا انتخبنا في 2017 ولحقنا على الطبعه 11. نعم. رافقناهم
رفقنا المهرجان، رفقنا المحافظ محافظة المهرجان، وحضورنا هنا دليل على اهتمامنا ودعمنا اللامشروط للمهرجان هذا لكي يصبح مهرجان دائم. نعم. ومن مهرجان ولاية وهران إلى مهرجان وطني. نعم. للأغنية. نعم. الوهرانية، الأغنية والموسيقى الوهرانية. نعم. وحنا كذلك الدعم تاعنا يكون متواصل. أكيد أكيد. للفنانين ولل للمهرجان ولمحافظة المهرجان إلى غير ذلك، حتى يصبح يتسنى للجمهور الوهراني والجمهور الجزائري. نعم. اللي طالع على هذا الطبع الوهراني الأصيل. نعم. وكذلك يكون تبادل هذا الفن على مستوى جميع الوطن. نعم. انا مش شرط يعني نلقى في اقصى ربما جنوب هنا في الجزائر يغني لك الاغنيه الوهرانيه ويحسن اذا هكذا. انا شفت زميل. نعم. فنان من ولايه مسيله. نعم. فات جاز اول البارح. نعم. باغنيه وهرانيه. وهرانيه. نعم. هذا تشجيع، هذا يفرحنا. اظنهم منافسين متبسه. اظنهم من تبسه متبسه متبسه متبسه. نعم. متبسه جا من بين مشاركين الشباب. نعم. صوت جميل. من خلاله نوجه تحيه حاره لكل التبسيين. نعم. تبسيين. نعم. احنا كل ولايات الوطن نقول لهم تحيه كبيره. نعم. كلمتك استاذ الاخيره لكل مشاهدين الفعاليات المهرجان هذا وانت على راس يعني من بين الاعضاء لجنه التحكيم. يعني أنا فخور بما تقدمه وهران للفن، ووهران ستبقى دائما مدينة إشعاع ثقافي وفني برجالاتها، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا فنانين. ونحن هنا لا نبخل عن هذه المدينة العزيزة بعطاءاتنا. أكيد. و نتمنى. كيف أنتم أجمل يعني جل الكتابات تاعكم غناوهم يعني كبار المطربين، هذا يعني شرف لنا أن عندنا مثل الأستاذ طموح. صحيح أختي فايزة، يعني أنا لا أتباهى، فأنا منذ 51 سنة أعطيت لوهران الكثير، ولكن وهران أعطتني أكثر. نعم. فأنا من أصدقائي أحمد وهبي الذي غنى لي قرابة 10 أغاني أو 12. نعم. المرحوم بلاوي الهواري غنى لي 25 أغنية و10 راهي ملحنة. نعم. رحال الزبير 12 أغنية. نحييه رحال الزبير. رحال الزبير. يعني كل الوهرانيين تعاملت معهم. نعم. فضلا عن الجزائريين. نعم. عبر الوطن. وحبي لوهران يعني دائما أقول لهم ولو قدمت لي قصور الكون قاطبة وقيل لي هاكها واختر بها سكنا وعيش حياتك في أمن وفي داعة لا تعرف الضيق والمحنة، ما اخترت غيرك يا وهران لي سكنا ولا عشقت سوى الجزائر وطنا. نعم. وحنا نقولوا وهران تعيش في دواخلنا. نعم. وهران هي تاج فوق رصاننا. نعم. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. واش تقول يعني وانتم ترافقون هذا المهرجان يعني ودعمكم للفنانين ودعمكم للاغنيه الوهرانيه؟ انا سعادتي وفخري ان اجلس مع هاد الفنانين. نعم استاذ. نعم. العفو اخي الارجم يعني وانا انا ايضا. نعم. يعني انا ايضا اقدرك تقديرا كبيرا الاخ. نفتخر بالجلوس مع هذ الفنانين الاخ طموح وكذلك. وانا احسنت الاختيار. شكرا على كل حال. نعم. نتمنى من الشعب المواطنين كي نقول الشعب المواطنين الوهرانيين. نعم. يتمسكوا بهذا التراث الوهراني الاصيل. نعم. ويتبلور هذا كما قلت على المستوى الوطني. نعم. وهذا من خلالكم انتم خاصه قناه الباهيه اللي اشكرها جزيل الشكر اللي ترافق بهذه المهرجانات الثقافيه. اكيد. على مستوى يعني في اي مكان. نعم شكرا. هذا هو هذه مهمه الاعلامي طيبة ان شاء الله للجميع. شكرا جزيلا. حتى نحن لازم احنا ندعموا هذه الاغنيه الوهرانيه حتى لا تزول وندعموا كل مبدعين في اي مكان كان. مشاهدينا الاعزاء راح ننقل لكم ما يحدث هناك في القاعه ونعود لكم، بقوا معنا من دائما مسرح الجوي عبد القادر علولة على قناه الباهيه تيفي. شكرا.
ولا انا وحدي عايش في البلا ولا يا وحدي عايش في البلا مرني الحب اخر ضيعني اولا دمرني الحب اخره ضيعني اولا ضيعني اولا ضيعني اولا في المضيقة دلو صحابية ودرك من كان في الوسعة يخسر من الفم قبل الحمان هايدي نخرج جيبية وحتى طرف الرواق والمبسم درمامة وفيا سقطت والهمة في المنامة او رحت عدمها كاسورة كاسة من شروقي لغروبي وهديت القدرات في القالو يشرب عيطة من على بني مجرح اسمي عيطة من حبتي وسلامي في الخمة عيطة من هبني وعمد الاحتابية عيطة من خاطي وساير بالخرطمة ما عرفوا علتي ولا واش اسبابي ما سقسوني العيد ما راني كاتم وجي لاجي وغار طبي وطبيبي شاكي باكي وطاقي واحكي لي صم جار عليا الهم ودرت شغابية وشرت الشملكة في العزم لما مجنوني رجال عند اغترامي وبقى بيا العودة والعديزات وبقى بيا العودة والعديزات غربة والفراق والشوخ وحبية والغيد مع خويدة عمي والألم راني محروم فوق ما يحمد قلبي او علاش تزيدني ابنو مكتلة يما اللي بيني وبينا ربي يا عربي لا تقهرني بلومة وانا يا قدم مكشور عمر امن العرب ولا نبي يا بني ولا تحدى
من هو مجرم مات بكي ولا قريبي ونسيبي لا خشيتي لا وكيلي ولا عما ويا اليوم مات خلاني حربي وطريت على رجال درحوا في الهم بلعبد عبي امسحوا كل تجريبي ونلعب لعب حتى عديت فيهم لعبي لعبي بيتاش بيت اللعبين لعب الغاشي درق جارة وقزايم جارة لي الهمة وكرت شرابية وشرت الجملكة في العزم يما نجدوني رجال عدد ترابية طبعاً مشاهدينا الأعزاء دائماً متواجدين أو متواجدون بالمسرح الجاوي عبد القادر وكذلك طبعاً الكاميرامان بكراشوش عبد الرحمن ينقل لنا أجواء القاعة الكبرى التي يمر على ركحها من المحترفين وكذلك من الهواة الذي يتسابقون من أجل الولوج إلى عالم الفن وكذلك المحترفون الذين كذلك يحاولون النيل من هذه الجائزة جائزة بلاوي الهواري المرحوم طبعا معي من باريس بلاد الجن والملائكة سي كمال المطرب سي كمال مرحبا بك تفضل الميكروفون مرحبا بك اختي فايزة اهلا وسهلا ميرسي بور هاد لانفيتاسيون تري تري توشي سيتي سيربرونون دايور سيتي با بريفو نعم خليها مفاجأة كما نقول لي بلي بيل سيربريز هما اللي هما اللي ملاح نعم دونك جو سوي تري زورو ديت لا سو سوار نعم وارن كيتعيط انا كنت لقيتك في الثاني يوم تاع المهرجان او الاول يوم يعني في خلاص في مخي برمجتك لهذا البلاطو الله يسلمك يعني. ايمن شك ربي ان شاء الله الله يسلمك نو باسكو جو ولي دير بارلا سي كو ا شاك فوا كو الجزائر تعيط ولا وهرن دي جون كوم دي جون كي سون ا مارسي ولا ا باري ولا il y a une chose qu'il faut savoir que les gens ne savent pas c'est quand un Algérien pleure une larme nous tous à l'étranger on en pleure 10 نعم اكيد اكيد نعم شكرا جزيلا على la plus belle chose que l'Algérie a donné aujourd'hui à la planète entière c'est le civisme et la démocratie et la propreté شكرا parce qu'on n'a jamais vu au monde une manifestation où il y a des gens qui viennent après ramasser les ordures qui se sont passées. Non. Et à Paris, on est comme si on était là. On est fiers de ce drapeau et tout ce qui se passe. شكراً سي كامل نرجع لك معي كذلك من قول دائماً بلاد الجن والملائكة المطرب تاعنا عبد الله مارسي مرحبا بك عبد الله وشكرا على تلبيتك الدعوة لبلاطو مساء الخير فايزة اختي الله يسلمك على هذه الدعوة نعم العفو وحنا نلبوا الدعوة تاعكم شكرا جزيلا مش قاعد عبد الله راك مشارك كذلك ضمن المسابقه تاع جائزه بلاوي الهواري المشاركه ولات كومين مارك هذه اللي نكونوا حاضرين لا مش على ولا هذا العام يعني كانت طبعا متميزه بجائزه بلاوي الهواري جائزه كبرى لبلاوي الهواري اللي هي كانت مبرمجه في واحد شهرين ولا ثلاثه تما من بعد برمجت فيها احنا واجدين لها من مواد فيفري نعم جافي لو برودوي في مواد افريل كان واجد بصح باسكو علاش احنا في مواد افريل كنا واجدين باش في مواد مي كانت كاينه هذا تاع لو غران بري دو بلاوي ودروكي دخلت في المهرجان الاغنيه الوهرانيه احنا نعدوا احنا كمحترفين معاهم في الاغنيه تما ما خليناهاش مسابقه درناها منافسه لينا حنا انا بور مو دروك ما ولات مسابقه انا تعطيني ان بريمي بري ولا دوزيام بري سي باغي نعم على خاطرش علاش سبقتها حاجه واحده اخرى اللي هي المهرجان الاغنيه الوهرانيه هو اللي نقدروه ونقدروا اللي راهم واقفين عليه ونشكروها من على هذا المنبر كما المحافظه تاعنا السيده خالده احنا جميل عبد الله صاي يعني بغض النظر يعني على المهرجان عبد الله صاي صاي دائما متواجد نقولوا دائما يحب يبدع يعني كل مره يجيب جديد هذا هو المتميز ربما في عبد الله مرسي مقارنه مع فنانين يعني اخرين كما قال المرحوم بلاوي الله يرحمه قال لك اوني في بوغ سا نعم ماناش نديرو بسياسه دوك حنا عندنا هذا الشيء نوقفوا معاه نعم وهي القديم ما نسمحوش فيه فايزه حنا توجور في كي نفوتوا في البلاطو نبرمجوا حاجه جديده بصح القديم ما نسمحوش فيه الجيال اللي راهي جايه الناس ما غاديش تنسى كاين شي غنيات كي نغنوهم يتفكرهم قلبه يتزعزع ولكن مانيش عارف كاين اللي ما يغنوهم لهمش ولا ما يكونوش في الذاكره تاعهم ولا بصح جديد
جديد توجور بصح نعم. قديم ما تنجمش تسمح فيه بعدا في الطبعات كيما هادو نعم لازم لازم مهرجان نعم. الاغنيه الوهرانيه وهي المهرجان ملتصق بالذاكره والاغنيه الوهرانيه ملتصق بالذاكره والتراث لهذا الطابع ان شاء الله يزيد فيه تطور ويقعد ان شاء الله. راح نرجع طبعا لسي كمال المطرب تاعنا. سي كمال معروف بعده ربما انواع الغناء يعني جاز طبعا الى جانب الاغنيه الوهرانيه جاز، وانت تعاملت مع فنانين كبار يعني من زمان يعني باش تقدر تقول لنا سي كمال وانت تواجد في هذه الطبعه الثانيه عشر للموسيقى والاغنيه الوهرانيه، كيفاش حسيت وانت بين حبابك وصحابك وفنانين اللي خدمت معاهم؟ لا انا نهضر غير لي انا نعم. ما نهضرش على الناس الاخرين نعم. كل واحد وعنده الاحساس تاعه نعم. انا نعرف على قولت انا كوير اون فوا مي انا كي نكون في ليترونجي نموت غير نقدر بلافيون غير نقدر بلافيون اي ديريكسيون وهران كي نوصل لوهران نحط كراعي نعاود نحيا نعم. نطلع المقابر نشوفوا لا فامي تاعي نعم. ميمتي وهذيك صلاح نعاود نحيا نعم نعاود كي نقدر بلافيون نروح نعاود نموت نعم. دونك ا شاك فوا بور مو سي ان ديفوار دو ديفوند لا شونسون رونيز. علاش؟ نعم باسكو علوقنا باسكو يفو ليسي كيلكو شوز اون ان اسبيس دو كولي افيك دي زانو نعم دي كولي عبد الله سون سي ان كولي سي ان انو امبورتون او با امبورتون سي ان انو وي مو اوسي جي با امبورتون نعم حلقه من حلقات فنانين اللي دي حاجه شابه نعم يفو ليسي دو جديد نعم البالي اون لو ريسبكت باسكو نعم. لا بور بون مي يا دي جون حنا نشوفوا كل مره يقدم حاجه جديده يا دي جون كي كومبوز نعم اي كومبوز اي فون با كومبوزي دو لا سالسا او جي با كوا مي كومبوز دو وهراني بور بار رابور ا ان سون ايبوك نعم اي سا اكزيستي دوبي توجور نعم الى توجور لو ميم فيلم لو ميم ليفر كيسكو تو امين دو نوفو بور الاجيال هذو نعم الاجيال هذو اللي راهم جايين نعم تقولي له باغ اكزومبل لا غير دالجيري شوف فيك نعم De quoi il me parle. Non. Ça te dit, tu connais Michael Jackson? Bien sûr, je connais. Donc, tu vois la différence. Hadou l'agile les rangs faillitines. Donc, les hommes, les artistes qui appellent là, comme plein d'autres, amènent du nouveau, je dis, pour que la chanson oranaise, elle évolue dans le temps et surtout dans de son époque. Non. Comment on appelle ça? Le tarikh تاع le Wahr Rahm Ktoub ou Rahm Mahfoud. Moi, personnellement, je ne peux pas y toucher. Non. J'ai juré في القرآن باللي ما نخرجش في الصوالح. نعم. On m'a proposé, Cheikh, on m'a proposé, je ne veux pas. علاش؟ Parce que je ne me sens pas capable de reprendre des chansons à des soirs. نعم. Je préfère ندير لهم تكريم avec mes chansons, avec mes fautes à moi, avec ma façon comment je vois تكريم الشيخي. نعم. نبغيه tellement que c'est pas possible. ربي عالم. Et si je compose une chanson, je la lui compense avec mon cœur. نعم. Peut-être mes défauts, avec mes machins. Mais. Au moins c'est جديد. نعم نعم. Tu prends les chansons de Abdallah, c'est des nouveaux. هو بروحه يلعب c'est un accordéoniste fini. نعم. Donc j'ai écouté l'album. C'est des trucs جديد. نعم. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. نعم. C'est l'action de faire quelque chose pour la nouvelle génération. Nous on est une génération passante, mais on pense à celle qui vient. نعم. أكيد voilà. نخمو في اللي جايين ونخمو فاش نخلو لهم كذلك هو امتداد يعني مش تقدموا انتم امتداد للفن يعني القديم ما نقولش القديم ولكن فن لشيوخ كبار هو امتداد يعني لازم حتى يستمر هذاك الشيء ساكن دمنا نعم. ساكن راديين نعم اي اون بو با ابروند كيلكو شوز كون سي ديجا نعم سكي فو سي ايسيي دو دوني كيلكو شوز نعم حاجه جديده حاجه جديده تضاف نعم نعم كما قال نعم عبد الله مرسي عبد الله مرسي نقول دائما اضافات ودائما جديد ودائما تعمل ولكن دائما تحن للقصيده تاع الشيوخ علاش هذا نشوفه دائما في عبد الله مرسي هذيك باش الانسان يعرف روحه وين راه نعم سمعتي نعم. يقول لك باش ما تخرجش من الطريق توجور تكون في التورات تاعنا والصوالح اللي خدموها المشايخ قبل احنا ما غاديش نحكوا المستوى تاعهم نقول نعم. لك دروك كبلاوي كاين واحد الله يرحمه احمد وهبي كاين واحد كيما في السبور كاين بلومي واحد وكاين راك فاهمه حنا رانا نتمشوا في هذا نطوروا في الاغنيه الوهرانيه ونديروا ديروشاس باسكو هذا بحر فايزا هذا عوم على روحك نجم انا غدوه راني نحوس ندير لها بوم بالك ما دارها الشيخ ولا ما دارها حتى واحد اكيد نعم بصح يمكن نقعدوا قاضبين في التورات تاعنا تما نصحوا لرواحنا باش ما نحسبوش رواحنا وصلنا نعم خاطر كي نولينا القصيده تاع عملاق
تما نحط كراعي في الارض كيفاه نحسب روحي درت حاجه جديده بالك ما كانش خير مني ولا انا مادا بيا المنافسه بصح كي نولي للقديم نحط كراعي في الارض نقول هو وين نبان انايا كيما يقول لك وين نبان خيطك في البردعه وهي هذه هي فايزه احنا نبغوا ان شاء الله غير تطور ويكون جديد ويكون ان شاء الله بكم انتم اكيد واش تقول للقناه الباهيه هذا المهرجان قناه الباهيه نقول لهم نشكركم على الاستضافه هذه والتغطيه اللي راكم واقفين مع المهرجان ومشي غير في هذه حتى مع ليكيب ناسيونال اللي نحيوهم واللي شرفونا شفتكم ثاني كنتوا معاهم في سبور ونحيي كاع الطاقم الفني ورجال الخفاء اللي راهم يسمعونا شكرا عبد الله مرساي كلمه سي كمال لكل مشاهدين قناه الباهيه متواجد معنا كذلك هنا في المهرجان في الطبعه الثانيه عشر واش تقول؟ جو لور دي سوي هورو جو سويت تو لو بونور دو موند شكرا اوني فيير دو فو On est fiers de vous, on n'est pas là, mais on est avec vous. Et je suis fier de ce que vous, de ce que vous faites pour nous. Parce que vous donnez une leçon au monde entier de civisme, de démocratie, de, etc., etc. Et nous, quand on voit ça et quand on voit là où on vit, c'est-à-dire moi je vais à Paris, presque, et, ben, et quand je vois des Français autour de moi ou bien des journalistes de très très grand talent dire l'Algérie, elle donne une leçon de civisme et de démocratie à la planète. Le cœur, ça fait plaisir parce que l'Algérie, vous n'êtes pas sans savoir, Madame Faïza, qu'elle n'est pas trop, plus ou moins, elle est montrée du doigt. Et si on veut devenir célèbre, on lui tape dessus. Vous êtes invité dans toutes les émissions de télé. Voilà. Alors nous, quand on veut, et surtout, j'ai vu une vidéo où vous êtes devant le théâtre. Le palais de la culture. Et Al-Harb, une Amazon en train de d'astiquer tout le monde. Moi, moi, personnellement, j'ai pris ça comme... تعرف علاش سي كمال لاني انت غيور على الفن انا غيور على الفن وغيور على الثقافه وغيور على وهران والجزائر قاطبه غيور على ما نحبش الناس اللي تكسر نحب الناس اللي تبني وهذا اللي خلاني ربما انتفض في 6 و7 و10 جانفي من اجل ان نبقي الثقافه ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وكذلك ان نحافظ على هذا الوطن الذي سقي بدماء الشهداء. ميرسي. هذا هو الاتفاق. ميرسي pour tout ce que vous faites parce que vous êtes l'image même de ce que je parle. نعم voilà. شكرا. Le discours que je tiens depuis tout à l'heure, vous me le rendez très très bien et j'en suis fier et je l'emporterai avec moi dans mes bagages et dans mon cœur. Merci bien. Et c'est la deuxième émission que je fais avec vous. On aura d'autres, Inch'Allah. Voilà, on a fait une émission avec M. Rahal Joubi que j'embrasse très 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 fort. نعم. Et je lui dédicace mon passage ici à. نعم. Andalula. Et je souhaite tout le succès à Al-Bahia, à ses animatrices merveilleuses, à ses caméramans et voilà, Tahia Al-Jazayer, etc. شكرا سي كمال هكذا مشاهدينا الاعزاء كان معي سي كمال قلت من فرنسا وكذلك عبد الله مرسي من كذلك مارسيليا شكرا جزيلا اللي قبلتوا دعوتي دعوه البلاطو ودعوه قناه الباهيه مشاهدينا الاعزاء راهي نقلنا عبد الرحمن الاجواء اللي موجوده داخل القاعه وراح نرجعوا ونروح انا وعمر الى الجهه الاخرى اين يتواجد كل فنانين هناك سواء المحترفين أو كذلك اللي دخلوا المنافسة هم الجيل الجديد والشبابي الذي يحاول أن يسير في هذا الطريق طريق الفن والأغنية الوهرانية ونرجع لكم بقوا معنا ما تغيروش الوجهة جانب انه مؤدي يعني مطرب هو ملحن حبيت نعرف هي ما هي مشاركتك ضمن المهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه هي شاركت في المسابقة بلاوي الهواري كملحن مع الفنان عايدة عدة من كلمة الأستاذ راقد عطية وإن شاء الله تكون نالت إعجاب لجنة التحكيم احنا شاركنا في المهرجان بلحن الأستاذ رفاس عمر كلمة أستاذ راقد عطية ثاني هو من ولاية مستغانم اللي نحييه وكانت بالنسبة لي أنا أغنية جميلة جدا ولحن جميل جدا لكن اللجنة يبقى عندها رأي وأنا نبارك على الفنانين اللي ربحوا وبالغناء أنا مدابية وهرن دائما الغناء يكون جديد والله هذا وين نزلت من على الركح والجمهور عجبني بزاف 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 كان
كان ما تعدش الأغنية الوهرانية، على خاطر الأغنية الوهرانية شوية ماشي ما نقولوش نحارفت، الأغنية الوهرانية الأصلية راهي في بلاصتها، لكن احنا لازم احنا نستحفظوا عليها ونردوا لها اعتبارها ونخلوها في قلبها كما ينبغي. أنا مانيش نتكلم على الجيل نتاعي بارودي وسعاد أنا نتكلم على الجيل الصاعد اللي راه جاي، يتمنى إن شاء الله يشد المشعل ما يحارفش على الأغنية الوهرانية، يخليها في قلبها بكلماتها وتلحينها وأدائها، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله اللي نجحوا في هذا المهرجان، نتمنى له التوفيق لكل واحد، ما نقولكش أنا ولا هذا، اللي نجح هو بروح رياضي. طيب كلمة حورية، أنت راكي من بين الأسماء الكبيرة اللي قدمت الأغنية الوهرانية إلى جانب جهيدة سعاد بوعلي سامية بن نابي، نعم، والراحلتان طبعا سوريا كينان صباح الصغيرة الله يرحمهم، أصوات رجالية كذلك، واش تقدري تقولي للشباب؟ أنا للشباب نقول لهم ننصحهم يسمعوا يدوا النصيحة كما ديناها احنا من الكبار، يدو ما نقولكش يدوها مني ولا من هذا ولا يشوفوا واش خدمنا حنايا، واش حطينا في الخزينه من الاغاني النظيفه. راني نقول لهم على الكلمات، استحفظوا على الكلمات وعلى الاداء والروح الاغنيه الوهرانيه. والله هي اولا سعيده انني نكون ضمن هذه الطبعه، وسنه عن السنه هناك اشياء جديده، وهذه الجائزه ان شاء الله ينالها شاب على الاقل يكون عنده الحافز باش يقدم اشياء كثيره. انا مشاركتي كانت اذا صح الكلمه تصح الكلمه انها تكون حافز لهاد الشباب انهم يؤدوا بصفه اكثر جيده. هذا طيب احنا نحب تقولي النصيحه انتم كاصوات مديتوا للجزائر، انا نقول مش قطر مش يعني الاغنيه الوهرانيه، ولكن مديتوا للجزائر وخاصه السنوات الجمر، واش تقدري تقولي لهذا الشباب؟ والله انا واش نقول لهم، تمسكوا بالفن تاعكم وما تتغروش ثانيا، واختاروا الكلمه اللي عندها مغزى وهدف طبعا، واللحن والاداء اعطيوا ما عندكم وغني بقلبك. هذا هو النصيحة اللي نقدر نقدمها لهم. هذه مبادرة جيدة طيبة، ونتمنى لها إن شاء الله الاستمرارية، كل عام يتفكروا العمالقة عمالقة الفن الوهراني، وإن شاء الله نكونوا مناصبا. شاركت بلحن وكلمات؟ لحن وكلمات الأستاذ قودة بركان. يعني دخلت من ضمن المنافسة هذه؟ المنافسة نعم، أغنية بعنوان توحشتك يا شيخي. حتى نقولوا فقط الأغنية الوهرانية مش أنك تكون من هنا من وهران، ولكن يعني الحدود الجزائرية، يعني أقصى الحدود هي تبسة، هذه المدينة اللي نحيي كل ناس تبسة وكل 48 ولاية. معنا عبيد هيثم من ولاية تبسة، ساكن هنا في وهران. طيب من ولاية تبسة وتحب يعني ساكن هنا في وهران، ولكن تحب الأغنية الوهرانية، وشاركت في من بين المنافسين على المراتب الأولى وأحرص على المرتبة الثالثة. يبارك فيك الله يخليك، ميرسي. واش هو احساسك وانت تقف امام لجنه تحكيم من كبار يعني الفنانين تاع وهران، ويعني تقيم من طرفهم وتحرز على المرتبه الثالثه؟ و سي فري يليق يحكمك ستريس هذاك تاع اول مره تفوت قدام لي جيري، وكاع ما يليق يحكمك هذاك ستريس، بصح الحمد لله تغلبنا عليه وفوتنا بيان الحمد لله يا رب. باي اغنيه شاركت؟ المرسم تاع الشيخ بلاوي الهواري. فرحت بيان سير فرحت، هي انا كنت متمني نكون الاول، صح داها خويا ياسين بصحته، ماشي خساره زعما. واش تقول لكل المشاهدين اللي يحبوك والشباب اللي يحب هذا الطابع؟ عندي صحابي وميرسي بوكو، صحابي اللي يبغوا الطابع الوهراني ميرسي بوكو، شكر مخصص للسيده خليده وكل الطاقم المنظم، وبالاخص المايسترو قويدر بركان. تكمل في هذه الأغنية الطابع الوهراني الأصلي؟ إن شاء الله إن شاء الله سيفري، أنا بروحي نبغي الوهراني، نبغي كيما نقول جابد للراي، ماشي طابع وهراني بصح جابد للراي. كل النجاح هيثم نتمنى لك. إن شاء الله، ميرسي عليك، ربي يخليك، شكرا. مشاهدينا الأعزاء، المرتبة الثانية حاضرة معكم من خلال هذه يعني التصفيات النهائية للجنة التحكيم في مهرجان الأغنية الموسيقى والأغنية الوهرانية في طبعته 12. معي جلي نادية شريفة، جي 17 ans،
شاركتي بأغنية زبانة. طبعا كيفاش احساسك اليوم وانت تتوجي بالمرتبه الثانيه؟ بون سيت ان ايمونس بليزير بور موا بيان سور ديريجي بار لو شيف دوركستر قويدير بركان دونك سا سي بيان باسي الحمد لله. طبعا هي لجنه التحكيم المتمثله في يعني عمالقه من كبار الفنانين سأكتب الكلمات مثل طموح عبد الله، البيبي كاي، كذلك بن احمد غربال، المطربه جهيده، يعني اسماء كبيره، وان قدرتي يعني تنتزعي المرتبه الثانيه لان اكيد لجنه التحكيم ما تكونش يعني ما تمدش غير هكذا هدايا، ولكن اكيد يعني تكون الاداء يعني الاداء وطريقه الاداء وطريقه يعني كيفاش التحكم في النبرات الصوتيه لتاديه الاغنيه، فكيفاش تقدري انت واش هو شعورك يعني واحساسك انت وقفتي امام لجنه التحكيم ماشي اي لجنه تحكيم؟ بون اوفين نقول لهم ميرسي، نشكرهم بزاف، نوجه لهم تحيه. و سي فري كان جيتي ان بو ستريسي مي بون الحمد لله اللي فاتت و جو مسوي سورتي الحمد لله. واش تقولي للقناه الباهيه تي في؟ بون نقول لهم ميرسي بوكو على هذا الانترفيو اي نتمنى لكم النجاح. بون ان شاء الله ان شاء الله. تكملي في الاغنيه الوهرانيه؟ ان شاء الله وي بوكو با. شكرا جزيلا. ميرسي ميرسي. معي طبعا هذا الفنان الشاب الذي احرز هذه السنه في الطبعه 12 على المرتبه الاولى، رغم انه السنه اللي فاتت يعني المرتبه الثانيه، ولكن نقول كل شاب سواء في الدراسه او في الفن يعني لازم الانسان ما يفقدش الامل. هاولا وربح ياسين السنه اللي فاتت الجائزه الثانيه وهذا العام السنه الاولى. شكرا ياسين لانك يعني هذا يعني حبيت باش تحرز على المرتبه الاولى، فما حبيتش ما تبقى المرتبه الثانيه السنه اللي فاتت، ولكن هذه السنه قدمت واحرزت على المرتبه الاولى. واش يعني احساسك وكيفاش كانت عندك الفكره انك لازم؟ السلام عليكم اولا وقبل كل شيء، السلام عليكم على فن الجمهور الوهراني وخاصه متتبعي قناه الباهيه. اذا هذه هي العام اللي فات شاركت تحصلت على المرتبه الثانيه، واذا كنت فنان في مدينه وهران وما خديتش الجائزه الاولى تاع مهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه ما درنا والو. هذا تقول خاصة أصحاب البكالوريا اللي ربما هذه السنة ما حالفهمش الحظ أنهم ينجحوا السنة الجاية والسنوات المقبلة مادام أنتم شباب، فما يعني ما تقطعوش الياس. السنة اللي فاتت ما ديتهاش، هذا العام أكيد العام الجاي يعني أكيد العام هذا ما ديتهاش، أكيد العام الجاي راح تاخذ البكالوريا، وكذلك في أي مجال يعني الشاب ما لازمش يفقد الأمل. بيان سور هو يعني إذا كان فقدت الأمل ثم ما عندكش شخصية، ما عندكش سرور إلحاح، يلاقي يكون عندك هذه الشخصيه القويه باش تحقق كل احلامك وتوصل للنتيجه اللي راك باغيها انت، ماشي هي اللي تحتم عليك باش توصل لها. شعورك وان اسمك يذكر ويكون الاول؟ فرحان والله، فرحان بزاف، وتمنيت تمنيت نسمع اسمي الاول في مهرجان الاغنيه الوهرانيه، والحمد لله رانا وصلنا هذا الشيء. وركز لي عمر على هذه الجائزه هكذا. مشاهدينا الاعزاء وربح ياسين المرتبة الأولى في مهرجان الأغنية الموسيقى والأغنية الوهرانية في طبعاته الثانية عشر، ألف مبروك كل اللي أحرزوا على الألقاب واللي ما حلفهمش الحظ، يعني الجايات أحسن من الرايحات. شكرا. شكرا لكم وتحية لكل متتبعي قناة الباهية، وإن شاء الله القناة تاعكم تقعد باهية على طول العام إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء نحن داخل هذا او الهندسه المعماريه الجميله لدار الاوبرا مسرح الجهوي عبد القادر علوله، وطبعا يتقاسم معي هذه الفرحه كل من المطربين قل الكبيرين. معطي الحاج اهلا وسهلا بك معطي. اهلا وسهلا اخت فايزه، واهلا ونشكر قناه الباهيه وهرنا على هذه الاستضافه والدعوه. شكرا. كذلك معي من بين الأسماء الكبيرة والثقيلة كذلك للأغنية الوهرانية كذلك الأستاذ بارودي بخدا، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مبروك. الله يسلمك. كذلك ألف مبروك عم عطية. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. مساء الخير سيدتي، ومساء الخير للجمهور الكريم، ونحيوا كل الجمهور اللي جا حضر معنا وفرح بنا وزغرت علينا، وكان يعني كان فرحان بزاف بزاف بزاف، وهذه لما يعني
من مدة طويلة ما شفناهاش، اليوم شفناها وشفنا كاع حبابنا وشفنا، وشكرا شكرا للجمهور وشكرا لكم وشكرا للسيدة المحافظة اللي كانت لمت هاد الناس. نعم شكرا لك أستاذ بارودي. معطي الحاج، معطي الحاج كان ربما من بين الأصوات اللي كانت في السهرة الأولى هكذا. نعم. يعني نفتح الستار وكنت من بين الأصوات إلى جانب أصوات أخرى في الافتتاحيات على المهرجان. هذه السنة تميز المهرجان على هات يعني على مهرجانات الأخرى، مثلا طبعا الأولى والثانية والثالثة إلى غاية 11 للسنة الماضية. هذه السنة كانت الجائزة الكبرى للراحل بلاوي الهواري، واللي كانت يعني اللي خمت وفكرت ودبرت لهذا يعني هذه الجائزة هو السيد سامي مدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة. نعم سامي بن الشيخ له ألف شكر. تفضل، كيفاش يعني لقيت يعني هذه الطبعه وكيفاش حسيت وكيفاش؟ احنا شوفي انا شخصيا يعني ما طمعتش باش ندير الجائزه الاولى ولا الثانيه ولا. نعم. انا دائما نجي من الجانب الفني. نعم. نقدم حاجه للجمهور ولا ساتيسفاكسيون تاع الجمهور يعني. نعم. ولا يعني هل الجمهور يحب الاغنيه اللي قدمتها له ولا ما يحبهاش فقط. نعم. ولكن الحمد لله يعني هذه نقطه حميده. نعم. و يعني تضاف الى الم... الى تضاف الى المهرجان. المهرجان اكيد. نعم. الحمد لله يعني هذه السنه هذه يعني لوندا دارت اون اكسبسيون. نعم. جائزه المرحوم بلاوي الهواري اللي خاصه للمغنيين المحترفين. نعم. احنا كنا حاسبين زعما كنا المغنيين اللي الهواة، ولكن هالخطره داروها للمحترفين، وهذا يعني احنا تكبر فينا كمحترفين. وهذا اللي وهذه المبادره يعني عشتوا مع بلاوي الهواري، عشتوا مع احمد وهبي، وبكل صراحه يعني هالمبادره ما شفناها هذه السنين، ما شفناش اخبار ودير على بالها، يعني يعتبر تكريم كذلك للفنان المحترف، وهذه احنا كذلك تزيد في المعنويات تاعنا باش نزيد وان شاء الله تكون في الابداع. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، نقول الف مبروك كذلك الجائزه. الأستاذ بارودي بخدا، الجائزة الأولى في طبعا الجائزة الكبرى اللي حرصت عليها بلاوي الهواري، الراحل بلاوي الهواري، واش قلنا وإحساسك وأنت يعني أديت أغاني تقريبا كلها لشيخنا بلاوي الهواري؟ نعم أكيد هي فرحة كبيرة، لأن أول مرة يعني يكون التكريم هذا أو تكون هذه الجائزة، والفضل هذا يرجع للسيد سامي بن شيخ. نعم. اللي كان قام بالمبادرة هذه ودار جائزة بلاوي الهواري، وكذلك اعتراف من الديوان لكل فنانين. أكيد. كان جائزة أكيد. عبد القادر علول. أكيد أكيد يعني دار أشياء جميلة سي شامي بن شيخ، دار أشياء جميلة في المسرح ولا في الغناء ولا في المجالات أخرى. نشكره ونحيوه بالمناسبة هذه، ونقول كذلك السيدة خالدة بن بالي. نعم. اللي قسمت الجائزة. نعم. وما حرمتش ناس واحد اخرين منها. نعم. وهي هي الجائزه كانت يعني باش تروح لواحد لثلاثه تاع الناس، ملحن ومؤدي ومؤدي كلمات. نعم. هي فكرت باش تقسمها على اربعه. نعم. على اربعه وعطات كذلك فرصه لناس اخرين. نعم. محترفين وسعاد ووعدت باللي العام الجاي يعني يكونوا تكريمات اخرين كما معطي، كما حوريه بابا، كما سعاد بوعلي، كما جاهده، يعني عطات وعد باش تكرمهم حتى هما السنه المقبله ان شاء الله. نعم. وهذه مبادره جميله ومبادره حسنه. نعم. نحيو سي بن شيخ اولا على المبادره هذه وعلى الجائزه. نعم. وكذلك نحيو المحافظه اللي المحافظه نتاع المهرجان اللي هي السيده خالده بن بالي على الشيء وكل لجنه التحكيم. اكيد العمل تاعها صعيب، لان كما قال الاستاذ الكبير طموح عبد الله، قال لك يعني كي تكون في لجنه التحكيم لهذا الشباب تجي اسهل من انك تكون امام محترفين. يعني لجنه التحكيم انتم عايشتوا بلاوي الهواري، احمد الهواري، دات مسؤوليه كبيره. نعم. لانه اسماء ثقيله. نعم. اسماء دخلت ثقيلة في المنافسه، دخلت في المنافسه، ولجنة التحكيم كان عندها صعوبة باش تكون. نعم. ولكن قدروا يا سيد. نعم. عبد الله طموح والبي بكاي وعبد الله بن أحمد. نعم. وبشير بوران والسيدة جاهدة اللي كانت في وسم. نعم. واللودوايا سيد بوسيف بن هاشمي. نعم. نحيوهم ونشكرهم على الثقة هذه اللي وضعوها فينا. نعم. وكانوا كرمونا بهذا. نعم. هذا تكريم ينعاد ثاني. نعم. جائزة. نعم. تكريم لسنوات من العمل، سنوات من العطاء. أكيد. نعم. أكيد
وكاع الناس فرحت لانه الفنان حتى هو يحتاج لدعم اكيد نفسي ودعم مادي كذلك يعني هذه الناس لانك اذا طلبتني انت باش نقدم لك الجديد الناس اللي خذاو معنا الجائزه فرحوا نعم وفرحوا كاع الناس وشكرا لهم الحمد لله الحمد لله كما قال الاخ استاذ بارودي بخدا يعني ماشي من السهل باش لجنه التحكيم تعين ولا تختار لان الاغاني الوهرانيه اللي فاتوا بها الفنانين كلها جميله نعم يعني سي تري ديفيسيل ومن الصعب باش ياك الاستاذ باش تختار انا فت باغنيه تاع القنديل اكيد من كلمه وتلحين الاستاذ بلاوي الهواري كي غادي تقيم هذه الاغنيه هذه الله يرحمه زعما من الصعب ولكن كما قال لك كانت فكره من الاخت خليده بن بالي نعم انا اعتقهم مسؤوليه كبيره نعم الكلمات اللي من كانت واللحن في الاغنيه الاستاذ بلاوي الهواري الاستاذ بلاوي الهواري زعما من الصعب باش يختار ما غاديش يقيموا بلاوي الهواري في اللحن نعم ولكن هذه استاذ بلاوي نهار اللي رحنا فرنسا بالك تعقلي انت كنت نعم. معنا 2003. هو كان دارها تكريم لاستاذ وهبي نعم. هو غناها هو في فرنسا العالم دو ماندارا نعم يعني كنا درنا زوج حفلات تما تكريما لبلاوي المرحوم بلاوي والمرحوم محمد وهبي هو الاغنيه هذه دارها تكريم اللي للمرحوم احمد وهبي نعم. ومنين جينا عطاها نعم لانك انت متواجد عطاها في بلاصتها عطاها المعطي الحاج بارك الله فيك كنت انت متواجد سعاد بوعلي اكيد واه والبلاوي الهواري والبلاوي نعم واه نعم سنه 2003 2003 نعم واه نعم واه لانستيتيو دو مونداراب كان بلاوي كان على اساس يغني اغنيه واحده صباح مغني تسعه الاغنيات نعم نعم الحمد لله لان الجمهور اللي جا هو شاف ناس من مختلف الجنسيات اتذكر لا شاف ناس يعرفهم من الثوره يعرفهم نعم. شافهم تما يعني تحفز باش يغني وحتى نشوف ربما بارودي انت شاطرني كنت متواجد معنا قدمت انا الحفل انذاك على روح المعهد العالم العربي يعني كانت مختلف الجنسيات المانيه فرنسيه اسبانيه برتغاليه المشارقه تاعنا لبنانيين مصريين سوريين هذا شيء جميل يعني كانت في عقلي درنا الحفل فيه ساعه ولا ساعه ونص نعم وخرجنا في الاول قعدنا جوج سوايع في الاول نعم الناس حكمونا ويتصوروا نعم. نعم. شيء جميل انا شيء جميل اكيد مبروك ان شاء الله معطي مزيد من النجاح والتألق كذلك لأنك عاد صوت قرار ونقول كذلك يعني بالمناسبة هذه ألف مبروك للفريق الوطني نعم على الكحلوشة نعم الحمد لله نعم اللي إن شاء الله كما تكون يعني زعمك الفوز في كرة القدم إن شاء الله تكون الفوز في كل المجالات إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كلمة للمشاهدين اللي مشاهدوا فيك بهذا المهرجان إن شاء الله نقول كلمة للشعب الجزائري وخاصة الجمهور الوهراني تحيتنا الخالصة وإن شاء الله تكون يعني إحنا ماذا بينا تكون يعني مستمرة العمل مستمر نعم. طول السنة إن شاء الله إن شاء الله حفلات وسهرات إن شاء الله ماذا بينا إن شاء الله الفنان يتنفس من خلال الركح فقط هذا أستاذ بارودي وشكرا أنا نقول المهرجان هذا العام كان ناجح نعم. نجح بدرجة عالية طبعا الكلمة لكل مشاهدين البهية تي في معطي كلمة نقول إن شاء الله الجزائر بخير وعلى بخير إن شاء الله والجزائر إن شاء الله يعني وخاصة استضافتنا للألعاب المتوسطية نعم احنا ماذا بنا يعني تكون برامج نعم ثقافية ثرية فنية راه كاين فنانين كبار نعم. على المستوى ولاية وهران حتى الكل يستفيد حتى الكل يستفيد وواحد ما يتغيض على آخر نعم وماذا بنا يعني نعملوا خاصة ولاية وهران إن شاء الله احنا ماذا بنا وليدات بكل صراحة يعني نعم. مش نعم. جهوية نعم. يعني مش جهوية نعم احنا ماذا بنا الأولياء تكون لوليدات وهران اللي خدموا هذا الشهر تاع الألعاب المتوسطة ومرحبا بهم مرحبا بكل الأجناس نعم وهرم ضيافة وشابة ومرحبا بكل الشعب الجزائري بارك الله فيهم ويعاونونا ان شاء الله على هذا المبروك بارك الله فيك لقناة الباهية انا نقول للقناة الباهية هذا المهرجان هذا شرف وفخر لنا فخر الوهران لانه الباهية راهي ترافق كل التظاهرات اللي موجودة في 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 الولاية وخاصة الحصة اللي راهي تقدمها السيدة فايزة وكذلك حبيب ولو حبيب انا زعفان عليه ولكن معليش خونا السيدة فايزة لا السيدة فايزة راهي تخدم وراهي دير حصص وراهي دير برامج ونحيوا كذلك كل العمال تاع الباهية وهران تاع التلفزيون الباهية الباهية يعني فراغ كبير كان لما جات الباهية هذاك الفراغ راح فراغ يعني والشعب راهي يتبع التلفزيون تاع الباهية
ورانا فرحانين بها، ورانا عندنا يعني عندنا حاجة نركزوا عليها، ون لما نبغوا نوصلوا الميساج تاعنا كاين الباهية وهران توصل الميساج. ونحيي كل عمال الباهية وعلى راسهم السيدة مريم، نعم مريم جباري، نعم وكل العمال تاع الباهية وهران. وحنا يعني بدون استثناء باش ما ننساش الأخبار ودي بين قوسين، حنا ماذا بينا ولاية وهران تفتخر بفرقة موسيقية رسمية، وحنا نطلبوا للسلطات المعنية بالأمر يعني وخاصة مديرية الثقافة باش يكونونا فرقة موسيقية بروفيسيونيل مرسمة وتكون بقيادات أحسن عازف وأحسن. نعم القرارات تنجح إن شاء الله. شكرا لكما كل من بارودي بن خدا، كل من معتي الحاج، كذلك هما أساتذة وأصوات جميلة قدمت الكثير كثير كثير، وكذلك عايشت مع عمالقة الفن الوهراني الأصيل. هكذا مشاهدينا الأعزاء أنا نقول إذا قلت الباهية فعلا، ولكن أنا كنت متواجدة في جزائر العاصمة، ونقول يعني حتى في جزائر العاصمة لأني دخلت المحل باش نشري لقيت يعني الزوج بنتين ليليا وخديجة اللي نوجه لهم تحياتي من خلال قناة الباهية وخلال بلاطو المهرجان. كل تحية لكنا لأنهم شاهدوا وقالوا لي سيدة أنت من وهران، قلت لهم نعم، قالوا لي أنت تلبسي البلايز في رمضان، فقلت لهم راكم تتابعوني من جزائر العاصمة، قالوا لي نعم فعلا نتابعوك، وفرحت لأن الباهية يتابعوها نعم، ويعني وحتى البلاطو رمضانية الباهية نجح بكم أنتم بأسماء كبيرة. كل مشاهدين الأعزاء نقول لكم هكذا أسدل الستار في آخر يوم في هذه الليلة 24 من شهر جويلية، يسدل الستار على مهرجان فعالية مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية بأسماء ثقيلة. وقد نقل لكم زميلي أقول الكاميرامان بكراشوش عبد الرحمن كل ما حدث هناك في القاعة وكل من صعد على ركح المسرح الجوي عبد القادر علولة، وإحنا درنا لكم هذا البلاطو. وكذلك كانت عندنا حوارات أجريناها بعد ما خرجوا الناس من القاعة لسعاد بوعلي حورية بابا، راح تشوفوهم كذلك. هكذا مشاهدينا الأعزاء أقول لكم إلى اللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى إن شاء الله في يعني سهرات وليالي وهران الجميلة على الباهية تيفي. إلى اللقاء، شكرا عمر يعطيك صحة، المخرج عمر بتميز وقل بتميز هكذا. خليك أنا فرحان اليوم بهذه الجائزة العظيمة الكبيرة في مدينة وهران، وشرف لي نشكر بزاف مديرية الثقافة وعلى رأسهم السيدة خالدة بالبالي وكوش لكل لجنة التحكيم. الحمد لله أنا شرف لي وشرف الكبير للأستاذ العملاق المرحوم الأستاذ بلاوي الهواري اللي خلانا إرث كبير في الأغنية الوهرانية، ونشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا وعطاونا هذه الجائزة، ومازال خير إن شاء الله بقدام إن شاء الله يا ربي. يعطيهم الصحة والله الفنانين تاوعنا والله العظيم. بارودي مخدبة البارودي كاع عجبوني، كاع الهواري بن شنات، كاع ولاد وهران تبارك الله، أنا ولادي ولاد وهران. السيدة من ولاية سكيكدا، نحيي كل ولاية سكان ولاية سكيكدا. ربي يخليكم، عجبتني أول مرة نحضر في المسرح الجهوي لمدينة وهران، نعم. وعجبني هذا الاحتفال، نعم. ونترحموا على جميع الفنانين تاوعنا اللي ماتوا مثل حسني بلاوي الهواري، أحمد وهبي، مام الحسني الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه، ونشكركم على هذه المبادرة. قول ياسين القناة الباهية تحبها؟ نحبها بزاف. تبع برامج تاعها؟ واه شابين هكا فيهم المتعة كي تتفرجهم تحس بهاك راك في الحقيقة. ما شاء الله ياسين. ونترحموا على الفنانين اللي ماتوا، نعم. بلاوي الهواري وحمد وهبي، نعم. والحمد لله مهرجان فات غايه، فات مليح. عجبك الاغاني كاع اللي المطربين والشباب اللي مازال متمسك بالاغنيه ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح سميه، نعم. هذا ما نقولوا ان شاء الله، ولا خلينا وهران وباهيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. الباهيه تاعنا تاع وهران عجبني بزاف، نعم. كما نقول لك بزاف. تحبوا الاغنيه الوهرانيه؟ لا بزاف، وعجبني هذا بن شنات اللي كان اليوم، نعم. طيب القناة الباهية تبعوها في بشار، بيت بشار. بقول لك حاجة باش تأمنيني، ما تقلعش من الدار، باش تأمنيني. ما تقلعش من الدار؟ والله ما تقلع من الدار. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، كل التحية لكل سكان بشار. تفضل أخي. احنا جينا من ولاية بشار باش نحضروا مهرجان الأغنية الوهرانية، وهذا باش نحسوا بالفنانين اللي ماتوا أمثال هواري بلاوي رحمة الله عليه. واش نقول تحية خالصة للقناة الباهية اللي هي تمثل قناة الغرب بصفة خاصة.
وقالت الاولى الجزائريين. طبعا مشاهدينا الاعزاء نقول لكم الاجواء طبعا بعدما اسدل الستار على فعاليات الموسيقى والمهرجان الموسيقى والاغنيه الوهرانيه في طبعتها 12 اللي كانوا الداخل يعني يتفرجوا متفرجين اللي يحبوا الاغنيه الوهرانيه الطابع الوهراني الجميل وخاصه هذه تميزت بالجائزه الكبرى لشيخنا البلاوي الهواري. واش تقولنا احد المتفرجين واللي كانوا معنا في القاعه واش تقولنا؟ عجبني بزاف المهرجان وانا جيت من الخارج. نعم. جاي من كندا ونتبع قناه الباهيه في كندا. الجاليه تاعنا في اصقاع العالم وكذلك اللي متواجدين في كندا ونبغي قناه الباهيه نتبعها ونتبع كاع من كندا نتبعها. وش هو البرنامج اللي ربما في رمضان عجبك اكثر وتبعته خاصه نتبع الفن مع الفنانين الكبار؟ تبعت مول الفيلم البريمير ايبيزود. نعم. لا بريمير السنه اللي فاتت. هاد السنه ما تفرجتهاش. نعم. تفرجتهاش. نعم. ونتبع لي بروغرام اللي ديريهم انت. حاجه قاعده في كندا تشوفني في كندا ما شاء الله تبعك اللي. نعم. تعرضيهم لي زانفيتي. نعم. الفنانين تاعنا كيما رحل زوبير كيما معطي كيما ساميه بن نابي. عرضت كذلك اسماء كبيره. هواري بشير عرضت والحاصل هواري يعني اسماء كبيره. هادو كاع القعدات اللي درتيهم انا كنت تفرجهم تبعهم تفرجهم عجبوني بدون مجامله. حبيت بدون مجامله لانك اكيد من كندا ما راحش تجاملني. قول لي بصراحه. والله لي عجبوني و بريزونتي بيان لي بروغرام. شكرا جزيلا. والله فريمون سا جو فو تير شابو ستادير عندك هيئه مليحه وقعده مليحه وزعما ديري شفت شحال من بروغرام تاعك كنت تعرضي دي زانفيتي. نعم. دي شونتور مانيش عاقل عليهم صافي. نعم. اسماء مانيش هاد السنه. وانا مخليك انت نقدم تحياتي وقبولاتي الحاره لكل جاليتنا المتواجده بالخارج قبولاتي الحاره لهم. نبغي بزاف قناه الباهيه. شكرا جزيلا. زايد في وهران حنا ثاني نحبوا الجاليه تاعنا ومرحبا بك. مليحه قناه الباهيه. تبعت لي المهرجان واش عجبني ولي. عجبني بزاف المهرجان مليح وكانوا غير لي شونتور لي ملاح. نعم. لي شونتور ولاد بلاد بالشنات البارودي هذوك سي دي شونتور دو كاليتي كبار. وحنا نقول لك الف سهلة واهل مرحبا بين اهلك واحبتك كل وهرانيين يرحبوا بكم كل جاليه تاعنا المتواجده هنا بوهران لتقضي العطله تاعها هنا في وهران. وجو سواتي بون كونتينياسيون ان شاء الله ربي يوفقك لي كاع لي بروغرام تاعك وان شاء الله يكونوا احسن كل عام يكونوا احسن. شكرا. ان شاء الله قناه الباهيه تكون كاع قناه هي المخيره. والله بكم انتم نحوسوا على التميز بكم ان شاء الله ننجح بكم انتم ان شاء الله. قناه الباهيه هي قناه بريفيري تاع لي زوراني. شكرا. عجبك سيتا مانيفيك شباب ما شاء الله يعلم الاجيال الثقافه يعلمهم الجيل تاع السابق. نعم. والاغاني الوهرانيه القديمه بتثقف الشعب الجيل 2019 ونتعلموا من الساده الكبار تعلموا منهم. جيت باش نصنت الفن العريق البدوي الكلام النقي الفن الوهراني العريق الغربي الاصيل هو من منطقه من مناطق الجزائر العزيزه ان شاء الله. شو الفنان اللي عجبك اكثر اكثر وحسيتي روحك كانوا في الشبيبه وفي القدم وفي الصغر ثاني. نعم. في الصغار ثاني. نعم. عجبوك كل يعني كل اللي كان تواصل ما بيناتهم وكان يعني ان شاء الله تراث يكون موروث. نعم. من الصغار من الكبار للصغار كان الاستاذ بارودي كان بوالي بن شنات بصح كانوا الشباب ثاني عجبوني. نعم. بزاف بالنسبه للاداء تاعهم بالنسبه وكما بلا ما نساو المرحوم هواري الله يرحمه وضو هذاك. نعم. نشكروا كامل الفنانين واللي ماتوا جميع الفنانين ربي يرحمهم. انا لا مش مهر انا جاي سايح من ولايه الجلفه. ولايه الجلفه كل الولايات تاعنا وخاصه على ولايه الجلفه على راسنا ناس الجلفه ناس طيبين ان شاء الله. نعم. ونشكروا كاع الفنانين هذوك. نتابعوا القناه الباهيه. تحبوا البرامج تاعها؟ نتابعوا الفيلم هذه نتابعوها بزاف ونتابعوا قناه تاع بوطو وساكيلا هذه نتابعوها وهذه هي. شكرا. شكرا جزيلا. ان شاء الله. مختار الميزان مختار الايقاع وهراني نيشان وهران 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 يا قرة العيان يا قرة العيان يا قرة العيان.